على حضراتكم حلقة جديدة وعشرة صبح في الأهلي ونهاية الأسبوع. أكيد فقرات مختلفة وتفاصيل وكواليس مختلفة طبعا خاصة بالنادي الأهلي والمباريات كمان القادمة. والنهاردة في مباراة كمان يا كريم مهمة جدا طبعا إن شاء الله الساعة 5 منتظرينها ومنتظرين أداء وكمان منتظرين فنيات ونتيجة بإذن الله تكون مختلفة تماما ويكون بقى يعني ماتش كده زي ما بتقال يا كريم يرد تاني الروح الحلوة لجماهير النادي الأهلي. طبعا صباح الفل عليك. صباح الفل عليك وإن شاء الله هيحصل كل اللي أنت قلتيه بحذافير ونسعد كلنا مع نهاية هذا اللقاء. صباح الفل على كل حضراتكم وأهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. يومكم جميل إن شاء الله. النهاردة الصبح بدري كانت الدنيا مغيمة التغيمة اللي احنا مستنيينها بقى شهور. ابتدى يعني صحيح فابتدت تندع هون أجواء الشتوية. إن شاء الله حضراتكم تسعدوا معنا بحلقتنا النهاردة. كالعادة في الساعة الثانية بيكون دايما عندنا فقرتين حواريتين. الفقرة الأولى هندخل من خلالها مع كل حضراتكم إلى عالم أبطال مصريين منورين في التنس الأرضي البارالمبي. هندخل عالمهم ونعرف كل تفاصيل حياتهم والمعوقات اللي هم بيضطروا ان هم يخوضوا فيها ونحاول على قد ما ربنا يقدرنا ان احنا نلقي الضوء عليها لعلها يعني تحل في القريب العاجل. دي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية هيكون طبعا حديث مطول حديث كروي بقى بطبيعة الحال يعني مطول عن كرة القدم المحلية والعالمية. هينورنا في الفقرة دي الناقد الرياضي الأستاذ أحمد غني. كلام جميل جدا. بص بقى هنبدا طبعا كلامنا وهنبدا الحلقه النهارده هنقول او خلينا نتطرق ليه طبعا ملف الاهلي وسيمبا النهارده في اياب طبعا ربع نهائي دور دوري السوبر الافريقي والاهلي هيرتدي الزي التقليدي بتاعه وهنتكلم كمان كتير عن تصريحات كولر والشناوي وعايزين كمان نعرف او نعرف الجماهير اللي رايحه الماتش. دي بقى النقطه اللي تهمني ودي النقطه اللي عجبتني جدا. هيكون في 6 سيارات من وزارة الصحة أمام بوابات استاد القاهرة إن شاء الله النهاردة للتبرع بالدم للناس طبعا اللي تحب إن هي تعمل ده لأشقائنا في فلسطين. 6 سيارات هيكونوا موجودين قدام الاستاد وده بناء على طلب النادي الأهلي لوزارة الصحة. أعتقد برضو كانت يعني حركة محترمة جدا من النادي الأهلي. وعايزة أقول لحضراتكم كمان لما تم الإعلان عن هذا الموضوع يعني ناس كتيرة جدا كانت سعيدة وناس كتيرة جدا عبرت كمان إن هي عايزة تشارك. فطبعا إن كانت حتى يعني عارف يقول لك إيه دايما اصل انا هساعد ازاي في ناس كده تيجي تتكلم بس مش بايدينا حاجه. وفعلا على فكره احنا كاشخاص طبيعيه او يعني مش ما عندناش سلطه مش في مركز يخول لنا ان احنا نتدخل. انت ما بتفتكر انك ما تقدرش تعمل حاجه بس المسانده حتى المعنويه المسانده اللي من هذا الشكل وان كانت حتى بسيطه عند البعض لكن هي بتفرق بشكل كبير جدا لو كلنا قمنا بيها. فاعتقد لمسه محترمه. سيارات التبرع بالدم هتكون موجوده كده كده الناس اكيد هتكون متواجده يعني من بدري قدام استاد القاهره عشان الحضور وغيره والبوابات زي ما حضراتكم عارفين. لكن نتمنى ان شاء الله يكون في مشاركه كبيره جدا لان اخواتنا هناك واهالينا هناك يستحقوا ده. فيعني كل التوفيق طبعا وبنشكر مقدما الناس اللي هي هتساعد. الحقيقه اللفته يعني الى جانب كونها لفته جميله لكن هي لفته متوقعه تماما. صحيح. من النادي الاهلي لان من امتى كان النادي الاهلي بعيد عن اي قضايا قوميه او حتى عربيه او اقليميه؟ النادي الاهلي كيان محترم جدا. النادي الاهلي بيعبر الى حد بعيد عن مشاعر المصريين كلهم وزي ما كانت نهاوند بتقول لحضراتكم اللي يقدر يعمل حاجه يساعد من خلالها اكيد الدنيا توانى ومش هيتاخر. بمناسبه بقى التصريحات اللي كانت نهاوند بتقول ان هنتكلم معاكم عن تصريحات كولر والشناوي. كولر كان ليه تصريح يعني في المؤتمر الصحفي اللي تم عقده بالامس اكد من خلاله على جاهزيه الفريق لمباراه سيمبا. قال نحن سعداء بالحضور الجماهيري المنتظر والمتوقع في مباراة العودة لدعم الفريق. اتكلم بطبيعة الحال عن ان اللعيبة قدموا شوط اول جيد في مباراة الذهاب وطبعا وقف عند تفصيلة ان احنا اهدرنا العديد من الفرص ولكن رجع وكمل وقال انه استطاع سيمبا ان يعود خلال الشوط الثاني ويسجل هدفين لكن في المجمل حققنا نتيجة ايجابية في مباراة الذهاب بتنزانيا وهدفنا الحالي هو التأهل الى نصف نهائي البطولة. تعالوا ناخد فكرة عن قال ايه تاني كولر في هذا المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. احنا سعداء جدا بماتش العودة سعداء بالاجواء سعداء ان احنا بكرة ان شاء الله الاستاد هيبقى مليان وان احنا عندنا دعم كبير من جماهيرنا بكرة ان شاء الله. الماتش الاولاني كان شوطه الاول احنا قدمنا فيه مباراة كبيرة جدا اضعنا فرص كتير جدا للأسف ما احرزناش عدد كافي من الاهداف في الشوط الاولاني كان ممكن تخلي الماتش شكله مختلف تماما. الشوط الثاني قدر سيمبا ان هو يرجع احنا كمان تراجعنا جدا ما بقاش عندنا ثقه في ان احنا نلعب لقدام او ان احنا مش عايزين نلعب لقدام كتير وده ما كانش كويس لكن سمحنا لسيمبا ان هو يرجع للمباراه وجاب جونين. حظنا كان كويس ان احنا جبنا جون سريعا قدرنا نتعادل بيه وقضعنا بعض الفرص في الشوط الثاني لكن في المجمل النتيجه طبعا بالنسبه لنا تعتبر في مصلحتنا نتيجه ايجابيه الى حد ما
لكن احنا هدفنا دايما الفوز، هدفنا الاساسي طبعا بكره هو ان شاء الله التاهل. احنا جاهزين لمباراه بكره باذن الله، وان شاء الله نقدم مباراه كويسه وان احنا نتاهل، وده هدفنا الاساسي دلوقتي. كنت في زايت اوتوميه نيشت، احنا طبعا ما كانش الوقت كافي بالقدر المأمول، يعني احنا بنتكلم في 4 ايام بس بين الماتشين، منهم يومين بيبقوا لازم استشفاء لان اللعيبه اللي شاركت في المباراه الاولى محتاجه وقت عشان تقدر ترجع بدنيا تاني تقدر تشارك. فاحنا تقريبا النهارده اول تمرين هيبقى فيها الفريق كله بيتمرن مع بعض، فهنحاول النهارده ان شاء الله نتكلم في التفاصيل الحاجات اللي احنا عايزين نشوفها وبنقبل ان احنا نشوفها ان شاء الله في ماتش بكره. بالنسبه لمودست فهو قدر يشارك امبارح لاول مره في التمرين مره ثانيه، وهنشوف النهارده حالته عامله ازاي، هل هو ده كافي ان هو يقدر يبقى موجود ولا لا. منع مشاركه تمرين امبارح بشكل عادي جدا. يا also grundsätzlich ist mal so dass wir احنا لازم نعترف ان احنا عندنا في النادي الاهلي قائمه لعيبه كبيره، احنا بنتكلم في حوالي 32 لاعب بالحراس، عندنا ماتشات كبيره كتير جدا السنه دي، احنا هنعدي غالبا 60 مباراه، عندنا اللعيبه الدوليه كمان بتلعب ماتشات فوق ده كمان. فانا مؤمن جدا بسياسه التدوير. التدوير معناه بالنسبه لي ان انا عندي 32 لعيب، 32 عندي لعيب عندي زي بعض، انا ما عنديش اصلا فكره التشكيل الاساسي، المفهوم ده مش عندي، اللعيبه كلها عندي زي بعض. الدوري السوبر الافريقي فيه احسن 8 فرق في افريقيا، فالفرق كلها قويه، الفرق كلها مستوياتها متقاربه. يمكن احنا حظنا كان في فريق صعب شويه لان تاريخ الاهلي في تنزانيا مش احسن حاجه، وتعتبر نتيجه 2-2 دي من افضل النتائج الاهلي حققها اصلا في تنزانيا، حتى لو احنا مش راضيين قوي عن النتيجه، لكن احنا عارفين ان احنا بكره لازم نقدم مباراه مختلفه تماما. طيب يعني كولر طبعا قال تصريحات كتيره جدا، عرضنا لحضراتكم جزء منها، لكن في كام حاجه ممكن نقف عندها سريعا برضو. قصه ان احنا حققنا نتيجه ايجابيه الى حد ما، الصراحه في التصريحات كمان انا بحترمها جدا، يعني بحترمها وبحترم المدير الفني بيكون عنده صراحه في التصريح بتاعه، لان مش كل المديرين الفنيين كده على فكره، في ناس كتير بتطلع تقول لك لا احنا كنا كويسين جدا، لا ما كانش في حد مقصر، وبتدي يعلقوا يعني الاخطاء او النتيجه على مثلا حاجات خارجيه زي التحكيم او الارض او الجو او حاجات زي كده او الجماهير، لكن احنا فعلا هنقول النتيجه هي اللي ايجابيه، لكن الى حد ما الاداء ليس الافضل، قلناه اكتر من مره. قصه كمان التدوير اللي ركز عليها كولر اعتقد نقطه كلنا لمسناها، كلنا اتكلمنا عنها، وكل مره اعتقد في كل تصريح بياكد عليها، وهي دي النقطه اللي خلت عندنا لما جينا اتكلمنا انت دلوقتي كنادي اهلي ما بقتش تشعر بغيابات، لان فعلا فكره التدوير ويبقى عندك سكواد واثنين في نفس المستوى، بقى عندك اكتر من لاعب في نفس المركز، الكلام ده كله كلام محترم جدا. يمكن بس حراسه المرمى لما حد كمان تحديدا اتكلمنا امبارح على منتخب مصر قلنا احنا محتاجين اكتر من حارس مرمى زي مستوى الشناوي، لان محدش ضامن طبعا، يعني ممكن اي اصابه ممكن اي ظرف يحصل، فاكيد كمنتخب هنا بقى مش كاهلي احنا انت محتاج اكيد حارس مرمى في نفس المستوى. فتصريحات محترمه. محمد الشناوي كمان كان ليه تصريحات مش بعيده ابدا عن تصريحات كولر، هو برضو اتكلم عن ان احنا قدمنا مباراه يعني ايجابيه لكن الى حد ما. خلينا نتابع. اكيد طبعا هيبقى نفس الكلام الكوتش قاله، طبعا احنا المباراه الاولانيه طبعا احنا رجعنا بنتيجه بالنسبه لنا ايجابيه، هو بالنسبه لنا شوط اولاني، احنا عندنا الشوط الثاني دلوقتي هنا في مصر في وسط جمهورنا في وسط ملعبنا، احنا عارفين المباراه صعبه بس احنا في الاول وفي الاخر احنا مستعدين بشكل كويس جدا للمباراه، وان شاء الله يعني نتاهل بكره ان شاء الله. تباتن الفرق اللي موجوده، يعني مش انا لوحدي اللي ببقى موجود بتكلم مع الفرق، احنا ماشيين بقالنا سنه سيستم معين مع الكوتش، يعني احنا كلنا بنتكلم مع بعض، حتى الجهاز الفني بيبقى موجود معانا وبيتكلم معانا، احنا بنشتغل بس وبنفكر بس في الماتش اللي جاي عندنا، ما نفكرش في الماتش اللي بعديه، ده الفتره اللي فاتت احنا بنتكلم فيها يعني على طول. اللعيبه اللي موجوده عارفه اهميه البطوله وعارفه ان دي اول مره تتلعب في افريقيا وعارفه اهميه البطوله وعارفه اهميه المباراه وعارفه ان احنا بنلعب في وسط جمهورنا وعارفين الكلام ده كويس. احنا الفتره اللي فاتت ما بنتكلمش كتير عشان خلاص احنا بقالنا سنه مع بعض مع الكوتش وعارفين السيستم ماشي ازاي، وكل واحد عارف شغله، كل واحد عارف هو بيعمل ايه، وبرده يعني اللعيبه عارفه اهميه المباراه يعني. برضو روبرتو أوليفييرا مدرب سيمبا التنزاني هو كمان كان ليه نصيب من التصريحات المهمة في المؤتمر الصحفي اللي تم عقده بالأمس، ونقدر نستشف ونستنتج من كلامه إن هم خدوا شيء من الثقة بعد النتيجة اللي خرجوا بيها في الماتش اللي فات. قال نصا: مستعدين لتقديم أفضل أداء لدينا في مباراة اليوم ومباراة الذهاب، لم نكن محظوظين فيها لكننا معتادين على اللعب بحضور عدد كبير من جماهير الفريق المنافس، ومن الممكن أن نستطيع تحقيق الفوز والتأهل من القاهرة، وخاصة أنه تم التحضير لهذه المباراة بمنتهى القوة ولدينا استعداد كامل لخوض مباراة مهمة. تعالوا نسمع قال إيه تاني. مي فير بلازير فيدي سي
المباراة دي مباراة هامة جدا بالنسبة لنا، علينا ان احنا نستعد ليها بشكل جيد للغاية. المباراة دي هي فرصة ان احنا نظهر قدراتنا، وان احنا كمان ندي الفرصة لبعض اللاعبين الشباب ان هم يشاركوا وان هم يظهروا قدراتهم امام الجميع في مباراة بكرة ان شاء الله. Bonsoir à tous. احنا مستعدين بشكل جيد جدا لمباراة بكرة، عندنا ثقة كبيرة في قدراتنا. يمكن المباراة اللي فاتت ما كانش عندنا حظ كبير ان احنا نكسب، ولكن التعادل برضو كان نتيجة جيدة بالنسبة لنا. احنا موجودين هنا مستعدين ان احنا نقدم افضل حاجة عندنا في مباراة بكرة ان شاء الله. بالنسبة لمباراة بكرة فأنا متأكد أنه إحنا بنحترم النادي الأهلي احترام كبير جدا جدا، خاصة معروف النادي الأهلي في أفريقيا، ولكن على الصعيد الآخر أنا متأكد أنه النادي الأهلي هيبدلنا نفس الاحترام، خاصة أن إحنا أظهرنا في المباراة الأخيرة اللي كانت على أرضنا مستوى جيد للغاية، والمستوى ده أكيد هيدفع الفريق الخصم أنه هو يحترمنا وأنه هو يقدرنا ويقدر قدراتنا. لو هتكلم على فريقي فلازم اذكر ان فريقي من ضمن 7 اقوى فرق في افريقيا، وهي الفرق المشاركه في البطوله دي، فبالتالي ده اكيد هيخلينا في استعدادنا للمباراه نضع في اولوياتنا اشياء كتير احتراما للنادي الاهلي، وهم هيعملوا الشيء نفسه. We have your strategy, okay? مباراة بكرة زي أي مباراة أنا مش أحب أو أفضل إن أنا أتكلم عليها قبل المباراة، أنا هقدم كل حاجة عندي وعند لاعبين وعند فرقتي خلال 90 دقيقة، وهو ده اللي أنتوا هتشوفوه أثناء المباراة إن شاء الله. بالنسبة للمباراة الماضية أنا شايف أن أنا كنت إيجابي للغاية في الماتش اللي فات، وأتمنى أن أنا أكرر ده في مباراة بكرة، خاصة الشوط الثاني من الماتش اللي فات. الشوط الثاني من الماتش اللي فات ظهرت قدرات لعبتي وظهرت حاجات جيدة جدا، هكون حريص أن أنا أكررها في مباراة بكرة بإذن الله. طيب أنا يعني في تصريح ما عجبنيش. التصريح اللي قاله كده حرفيا نستطيع تحقيق الفوز على الأهلي في مباراة الإياب على أرضهم. يعني بص انت قلت جمله في الاول، قلت الماتش اللي فات ده ادى ثقه لسيمبا. ما هو انا اللي ببقى متحكم في المنافس بتاعي او الشخص اللي قدامي، الثقه اللي هو او عدم الثقه اللي هو بياخدها او بيكتسبها مني انا في نفسه، لان هي دي النقطه. انت فعلا لعبت مباراه، انت النادي الاهلي وقيمه كبيره جدا، وعلى فكره هم عارفين والجماهير هناك عارفين واهل البلد عارفين بدليل المشاهد اللي احنا شفناها، وكانه حدث يعني عالمي كبير جدا، الناس كانت بتتصور مع لعيبه الاهلي وغيره، كل دي حاجات ايجابيه جدا تديك قيمتك. لكن على الارض لما اجي بقى اتكلم فنيات، انا لما ابقى شايف حاجه كبيره قوي يا كريمه كده اقول لك بس احنا نقدر نكسبهم على ارضهم، يعني عارف في ثقه شويه زايده. يعني في زاويتين، اولا هو طموح مشروع، بنتكلم على مدير فني الفريق، يعني فاهم ازاي؟ دي من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه ما هو لازم يبقى تصريحاته فيها النوع ده من بث الثقه حتى عشان اللعيبه بتوعه، ما ينفعش يبقى له تصريح انهزامي لكن هيبقوا قد القول ولا لا، ده اللي هنشوفه بقى، فاهم ازاي؟ يعني معاك حق طبعا، هي التصريح دايما لازم يكون بهذا الشكل، هذه قوه من بعض المديرين الفنيين ومن بعض اللعيبه اللي هم بيبقوا عايزين يدوا ثقه للفريق ويدوا ثقه للجماهير بتاعتهم، وربما يؤثر الثقه دي بيفتكروا على الفريق المنافس، لكن برضو اعتقد ده هيبقى صعب جدا. يعني ان كان طموح مشروع فلازم يكون عقلاني برضو شويه. انا اتوقع طبعا يعني باذن الله فوز النادي الاهلي، وهيكون بسكور كمان يعني ان شاء الله النهارده، وهنشوف فنيات رائعه. ولكن هرجع اقول تاني، انا برضو من الناس اللي بحب اشوف الاهلي في الداخل على ارضه، مش يعني مش هقول بنفس قوه الخارج، انا عايزه اشوف ما احسش ان ده مباراه خارج الارض ولا في الداخل عندنا، هي دي النقطه كلها. واحنا كتير عملنا قبل كده، قدمنا مباريات كتيره وفي بطولات كمان كسبناها على ارض الغير، هي دي النقطه. يعني احنا الواحد من بس حبه في النادي الاهلي شايف ان احنا كان ممكن نقدم مباراه افضل فعلا اللي فاتت. على كل حال هنقفل الملف ده شويه، هنرجع ليه في الفقره الحواريه، لكن هنروح لحاجه تانية وخاصه بمنتخبنا هنا، نتكلم عن الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي تحديدا بقياده طبعا ميكالي، ان هم بداوا في عقد عده اجتماعات عشان يجهزوا بقى للمعسكر شهر نوفمبر المقبل، وده استعدادا لاولمبياد باريس. كل التوفيق ليهم ان شاء الله، ماشيين بخطوات كويسه لحد دلوقتي. ميكالي كان مع محمد بركات عضو اتحاد الكره والمشرف على المنتخب، كان حسم الوديات اللي هياخدها المنتخب في الفتره من 13 ل 21 نوفمبر. طبعا زي ما حضراتكم عارفين واحنا عارفين، ميكالي حصد ذهبيه الاولمبياد قبل كده مع المنتخب الاولمبي للبرازيل، واكيد بنتمنى كمان ان اتحاد الكره على الصعيد بقى بتاعنا يوفر ليه كل المتطلبات للاستعداد لباريس عشان يقود برضو منتخبنا حصد ميدالية مماثلة، لأن برضو في الأول وفي الآخر أعتقد أنت ما عندكش كوادر تقل يعني بنسبة كبيرة فنيا، بالعكس عندك أسماء كويسة جدا، عندك بوتنشل رائع جدا، عندك حراسة المرمى المركز أكثر من مهم، عندك حد يعني حمزة علاء، لا في عندك يا كريم سكواد برضو إن شاء الله تقدر أن أنت تحقق بيه. وأعتقد السكواد الموجود ده دلوقتي
يعني مش هقول مش هيجي حد قريب شبهه، لكن لازم يتم استغلاله بشكل كبير، يعني لازم يتم استغلاله بشكل كبير. عندك كوادر كويسه جدا كمان في الجهاز الفني، وعندك دلوقتي ميكالي اعتقد مدير فني يعني رائع جدا بسيفي كبير جدا، فايه اللي ينقصنا يعني؟ أعتقد نتمنى يعني بالنسبه للاهلاويه بصفه خاصه، فيما يتعلق بالنادي الاهلي اعتقد ان كل مرضي وزياده، لكن فيما يتعلق بقى بالمنتخبات فاحنا كلنا مستنيين اللحظه اللي احنا مستنيينها بقالنا فتره طويله الحقيقه، ومش عارفين طولت ليه. محتاجين بقى ان منتخباتنا تفرحنا، منتخب الشباب، المنتخب الاول، المنتخب الاولمبي، احنا مستنيين نشوف فرحه جايلنا من قبل المنتخبات المصريه المختلفه بما يتماشى مع ثقه الاسم مصر اللي بيلبسين تيشيرته اللعيبه كلها في المنتخبات يعني على اختلافاتها. على كل الاحوال، على ذكر اتحاد الكوره بالمناسبه كنا بنتكلم من شويه عنه، اتحاد الكوره تلقى بالامس اختار من الكاف بتحديد موعد مباراه منتخب مصر الاول للسيدات امام نظيره السنغالي في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم. تقرر اقامه المباراه الاولى في ذهاب المرحله النهائيه للتصفيات طبعا بين مصر والسنغال ان شاء الله يوم 27 نوفمبر المقبل، على ان تقام مباراه العوده بعدها باسبوع في مصر. بنفكر حضراتكم ان منتخب مصر للسيدات تاهل لهذا الدور بعد ما جدد فوزه على منتخب جنوب السودان باربعه اهداف دون رد، وبرده الجدير بالذكر انه بيشارك منتخب مصر الاول في التصفيات المؤهله لكان المغرب 2024 للنسخة الثانية على التوالي طبعا بعد المشاركة في النسخة الماضية. كل التوفيق طبعا يعني، كل الدعم اكيد في الاول وفي الاخر، واعتقد دي بس البدايه كريم يا مسهل. يعني مواسم والسنوات القادمه مع التغير في الثقافه، ومع كمان ان فكره الانديه المختلفه عندنا ابتدت ان هي تركز على كره القدم النسائيه وغيره، ده هيبقى ليه انعكاس كبير طبعا على المنتخب، وتحديدا لما بتتكلم عن النادي الاهلي دلوقتي عنده يعني فريق محترم جدا حتى وان كانت في بداياته، لكن ده بيديك يعني مؤشر للقادم باذن الله للمنتخب، نتمنى ذلك. على كل حال خلينا كمان نتكلم عن بعثتنا باذن الله القادمه في اولمبياد باريس، واللي كلنا كمصريين بنبقى منتظرين يعني البعثه هيبقى شكلها عامل ازاي، عدد المشاركين، ايه الاتحادات المشاركه بلعيبه كبيره، ايه الالعاب الرياضيه اللي احنا الى حد ما ضامنين فيها ميداليات. اتكلمنا مع حضراتكم على مدار يمكن شهر فات عن كل الكلام ده، واكيد هنتابع الاخبار برده يوم بيوم، سواء بنتكلم عن المتاهلين او المشاركين في كمان بطولات مؤهله لباريس، واستعداداتنا كمان الغير مسبوقه مفروض لدوره الالعاب الاولمبيه باذن الله القادمه. امبارح كمان حصد لاعبي المنتخب المصري، خليني اقول لحضراتكم، لرياضه الكاياك والكانوي اربع ميداليات فضيه في بطوله قبرص الدوليه، وده ضمن خطه استعدادات المنتخب المصري للبطوله الافريقيه بنيجيريا والمؤهله لاولمبياد باريس، وباذن الله نقدر هنا نقول ان احنا نتوج بقى بالبطوله الافريقيه ونتاهل لباريس ونحصد كمان ميداليه، لان ده مش بعيد يعني. خلينا نقول عن اولا عزيمه اللعيبه وعن الاستعدادات اللي احنا عمالين نسمع عنها وعن الدم الجماهيري اللي ما اعتقدش هتكون في دوله رايحه ومعاها 100 وحاجه يعني، عفوا 100 ايه، مليون وحاجه، مليون وكسور يعني مشجع بيدعوا لها وفي ظهرهم، واحنا كمان مش فكره عدد بس، احنا كمصريين عندنا الحته دي جدا، لما حد بيمثلنا كمان في محفل دولي بتلاقي كل الناس يا كريم شجعته واتفقت على دعمه بغض النظر عن الانتماء، سواء انت بتحب الرياضه دي او لا، سواء انت بتنتمي للنادي ده او لا، سواء اي سواء بقى، لكن بيبقى في دعم حقيقي من القلب، تحس فعلا ده حد من بيتنا من اهلنا، فدي ليها برده مردود كبير جدا مش موجود عند ناس كتيره. فبالتوفيق ليهم، لان لما بيكون في انجاز بنقول في الاخر مصر حققت الانجاز الفلاني، ما بنقولش اللاعب الفلاني او النادي الاعلاني. صحيح. طيب فكل التوفيق باذن الله. كمان على صعيد منفصل، امبارح انطلقت منافسات البطوله الدوليه للتنس الطاوله في مصر، وقرر الاتحاد بطبيعه الحال، وبرده ده كان من الامور المتوقعه الى حد كبير، قرروا الغاء حفل الافتتاح اكيد تضامنا مع اشقائنا في فلسطين. البطوله مستمره لغايه يوم 29 اكتوبر بمشاركه 23 دوله من مختلف دول العالم، بمشاركه اكثر من 250 لاعب ولاعبه في المراحل السنيه المختلفه بالفئات العمريه المختلفه تحت 11 و13 و15 و17 و19 سنه. دي معلومات عامه، تعالوا نعرف بقى تفاصيل اكثر عن هذا الامر. معانا على التليفون كابتن حسني فؤاد نائب رئيس الاتحاد وايضا هو مدير هذه البطوله. كابتن صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير يا فندم. صباح الفل على جميع المشاركين في الاعداد. اهلا بحضرتك يا فندم. عايزين نعرف من حضرتك بقى تفاصيل هذه البطوله ودرجه اهميتها للفئات العمريه اللي هتشارك فيها ان شاء الله. والله قبل ما نتكلم على البطوله لازم نقول على المعسكر اللي 7 ايام اللي قبل البطوله. اتفضل يا فندم.
اللي هو اشترط فيه طبعا الصين ابطال العالم، جابوا 20 لاعب ولاعبه، وابطال افريقيا و20 لاعب ولاعبه من مصر، ودي كان لها مردود كبير جدا على اللعيبه، مستواهم ارتفع جدا خلال هذه الفتره. كويس. انه كان التمرين لمده 9 ساعات في اليوم، فطبعا دي فتره زمنيه كبيره جدا. وبعدين خلت اللعيبه بتوعنا المصريين تتشال الرهبه من اللعيبه الاسيويين. كان الاول في البطولات حد بيلعب حد من الصين او كوريا او اليابان بيبقى نازل حاطط في باله انه خسران قبل ما يلعب. فدلوقتي خلاص الحاجز النفسي اتشال، فبقى دلوقتي في ناس بتلعب وبتكسب اللعيبه الصينيين وبتكسب الناس الابطال بتوع اوروبا. جميل، دي نقطه مهمه فعلا. بالنسبه للبطوله بقى، احنا طبعا زي ما سيادتك قلت في 24 دوله من اسيا وافريقيا واوروبا، والمستوى جامد جدا في البطوله. اكيد. واحنا بنشارك في البطوله دي كمان عشان اعداد لبطوله العالم القادمه في سلوفينيا ان شاء الله، تحت 15 سنه وتحت 19 سنه بنات، لان دولت اللي اخذوا بطوله افريقيا المؤهله لبطوله العالم. فطبعا دي، وبعديها بعد البطوله دي هنعمل كمان اعداد عشان قبل السفر. فإن شاء الله كده، والاتحاد يعني لا يألو جهدا في سبيل رفعة مستوى اللعبة. وبنشكر طبعا رئيس الاتحاد والأستاذ خالد الصالحي إن هو جابوا لنا البطولة دي عندنا، وإن شاء الله تتكرر على طول، وربنا معانا إن شاء الله. وبس تشجيعكم لينا كمان ده مهم جدا، لأن الحاجات الإعلامية دي مهمة جدا للاعبين والاولياء الامور طبعا، اللي لهم دعم جامد للعيبه بتاعتهم طبعا. وبنشكر كمان الوزاره، اي حاجه بنطلبها من الوزاره بتدعمها على طول. وبعدين احنا اللعب في صاله حسن مصطفى صاله مفخره من افضل صالات العالم، فدي كمان بتدي انطباع كويس لدى الاتحاد الدولي. وان شاء الله نعمل بطولات كثيره ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله. وبعدين بالنسبه للبطوله، البطولة كمان طبعا 11 سنة و13 سنة و15 سنة و17 سنة و19 سنة، طبعا دي بطولة كبيرة، وإن شاء الله نحقق فيها نتائج كويسة إن شاء الله بإذن الرحمن. طيب الاتحاد بيجهز حاليا يعني للخطة الموضوع، حضرتك قلت إن كمان بعد انتهاء فعاليات البطولة اللي احنا بصددها هيبقى في إعداد لبطولات أخرى قادمة. فكرة التجهيزات وفكرة متطلبات هذه التجهيزات، أنا بكلم حضرتك باختصار عن الموارد المطلوبة لدعم اللعيبة دول، وخصوصا في المراحل السنية المبكرة اللي هم فيها، عشان نضمن أجيال مستقبليا إن شاء الله قادرة على رفع علم مصر في كل المحافل الدولية. الموارد وتنمية الموارد، هل عندكم أي مشاكل في هذا الإطار ولا الدنيا ماشية كويس؟ والله الدعم بتاع الوزارة لا محدود، فدي حاجة كويسة. بس احنا بندور بقى على سبونسر، بنكلم مصر للطيران، لان طبعا انت عارف معظم السفريات بتاعتنا بتكلف مبالغ طائله طب. هي دي اللي بتاخد مثلا اكتر من نص الميزانيه بتاعت اي حاجه. وبنشوف كمان البنك الاهلي يكون داعم لينا، ففي ان شاء الله يعني في المرحله القادمه ان شاء الله يرعوا الاتحاد فان شاء الله. وبعدين بالنسبه للادوات، هي بس هي دي المشكله، لان دلوقتي الجلود دلوقتي الجلده ب 2000 وشويه، والكوره ب 60 جنيه، فيعني الحاجات دي طبعا برضو تكلفه على الانديه، ودي برضو في انديه بتنسحب من اللعب بسبب قله الموارد. فدي الحاجه اللي عايزين منها دعم للوزاره، لان حتى الجمارك بتبقى ليها مبالغ كبيره الجمارك، فاحنا بنناشد الوزاره وناشد وزاره الماليه رعايه الاتحادات اللي هي اللي ما لهاش دعم كبير. يعني احنا الميزانيه بتاعتنا كنا بنتكلم قريب في موضوع التكلفه حتى بتاع المضارب لو تفتكر. طبعا طبعا. المضارب يعني في الخشبه ب 5000 جنيه و 7000 جنيه. الجلده الواحده ب 2500 جنيه. وطبعا الكوره ب 60 جنيه، فطبعا دي تكاليف جدا، والانديه ما فيش الا ناديين ثلاثه هم اللي عندهم امكانيات يجيبوا الجلد. واخد بال سيادتك؟ فهذه النقطة، لكن في أندية تانية عندهم لعيبة كويسين بس ما فيش إمكانيات. صحيح. هذه النقطة دي عقبة بتقابلنا،
ويا ريت بس يعني عن طريقكم تسير الموضوع ده مع الوزاره ومع وزاره الماليه. يعني خليني اقول لحضرتك يا فندم، احنا ما فيش يوم تقريبا او اسبوع، خليني عشان ابقى يعني واقعيه اكتر، ما بنتكلمش عن النقطه دي، بس نقطه في غايه الاهميه. كل حال بنشكرك جدا يعني الاستاذ حسن حسني نائب رئيس اتحاد تنس الطاوله، كل التوفيق ليكم. حسني فؤاد عفوا، وهرجع تاني للنقطه اللي الاستاذ حسني اتكلم فيها وكابتن حسني اتكلم فيها، فكرة دعم الوزارة أو وزارة المالية أو وزارة الشباب والرياضة لبعض الاتحادات اللي هي في أمس حاجة، ومش بس في أمس حاجة علشان هي عليها مثلا زي ما بتقال كده شيلة تقيلة وما بتقدم لناش حاجة في المقابل، لا بالعكس، يعني مثلا تنس الطاولة من الاتحادات اللي عندها أكتر من بطل، وعلى صعيد الرجال وعلى صعيد السيدات، فهو اتحاد يستحق الاهتمام فعلا. لو احنا هنتكلم بقى هنبتدي نوزع يعني البادجت على حسب اللي بيقدم من كل اتحاد، لا، تنس الطاولة مثلا من الاتحادات اللي محترمة واللي مقدمة أبطال كتيرة جدا وميداليات، فيستحق كل الدعم. وقلنا الكلام ده واتكلمنا فيه قبل كده أنا فاكرة، ولما حتى لو ما فيش سبونسرز قلنا يبقى فيه لازم أفكار بيجي بيها الاتحاد يقدر يخلق بيها دخل مختلف، لأن في الأول وفي الآخر أنا يعنيني حاجة واحدة بس، إن البطل الموجود ده، البطل الموهوب ده، لو أنا مش بقدم له الرعاية الكاملة هو هيبقى عنده حل من الاتنين، يا هيحبط ومش هيقدم لي حاجة، يا هيروح يدور على حد تاني يتبناه ويقدم له المطلوب ويبقى بيلعب باسمه، ومحدش يزعل مني، ده اللي بيحصل. فإحنا لا عايزين ده ولا عايزين ده، إحنا عايزين ولادنا يبقوا معانا، يتقدم لهم كل الدعم ويرفعوا اسم مصر وعالمنا في المحافل الدولية، وكلنا نفرح زي ما كنت بقول، أي مصري بينجح بجد، الناس السوية يعني أي مصري بينجح بتحس إن أنت نجحت، بحس ده حد من عيلتك. فنتمنى ده كل التوفيق ليهم، ونتمنى لو في أزمة في أي اتحاد شق المادي ده يحل إن شاء الله، وخصوصا سيادة الرئيس اتكلم عن النقطة دي بشكل يعني مباشر، فبإذن الله نلاقي نتيجة مختلفة على الأرض. فكرة إنه يروح لحد تاني غالبا هيبقى الحد التاني ده ما عندوش مشكلة في إن كرة البينج بونج ب 60 جنيه يعني، بس غالبا مش هيبعدوه ولا ان الجلده ب 2000 وشويه، دي حاجه تزعل قوي على فكره، حاجه تزعل. بس خلي بالك من حاجه للاسف، طبعا لما يبقى عندك، انت فاكر احنا، انا فاكره كان عندنا ابطال تقريبا في البلياردو وقال لك انا عندي مسابقه دوليه وما سافرش عشان التكلفه كانت بتاعت الرحله كلها 40,000 جنيه ومش كل الناس تقدر، وده كان على المستوى الشخصي كل واحد بيدفع، يعني ليه بيدفع عشان يروح يمثلك في بطوله دوليه، يعني هو رايح يمثلك في بطوله دوليه وهو واخدين رانكينجز عالية جدا، وهو اللي بيصرف من جيبه ومعوش 40,000 جنيه، مش كل الناس تقدر تدفع ده على فكرة، ممكن يبقى رقم بسيط لناس وممكن يبقى رقم ضخم جدا، هو برضو في الأول وفي الآخر بسيط أو ضخم، هو مش مطالب كبطل إن هو يدفع حاجة كده. يعني أصلاً. هي دي النقطة. على كل حال يعني اتكلمنا في ده كتير، وأكيد الملف ده ذو شجون كله شجن يعني بالظبط. يلا بينا بقى على السريع على فرع النادي الأهلي بالجزيرة، حيث تتواجد زميلتنا العزيزة مريم سميح اللي على أتم الاستعداد إنها تعرفنا بآخر الأخبار والمستجدات. صباح الفل عليك يا مريم، اتفضلي. صباح عليك يا كريم، وصباح عليك يا نهاند، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيكون معنا فيها كل الأمور والمستجدات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم والفرق الرياضية الأخرى. طبعا بدايتنا مع الفريق الأول لكرة القدم، خلاص يعني ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن مباراة الإياب ما بين النادي الأهلي وسيمبا التنزاني اللي هتقام إن شاء الله في تمام الساعة 5 مساء على ملعب استاد القاهرة، ده طبعا في الدور ربع النهائي من بطولة دوري سوبر الإفريقي. طبعا زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي تعادل للمباراه الماضيه يوم الجمعه طبعا بنتيجه 2-2، والحقيقه ان شاء الله في حاله الفوز النهارده وتاهل النادي الاهلي لنصف النهائي طبعا هيكون منتظر الفائز من يعني مباراه سان داونز وباترو اتلتيكو. الحقيقه برضو ان كانت المباراه مباراه الذهاب ما بين الناديين، سواء النادي طبعا يعني سان داونز او باترو اتلتيكو، انتهت بفوز فريق سان داونز 2-0، والنهارده مباراه الاياب بقى هتقام في تمام الساعه 8 مساء ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي في مباراه اليوم. وطبعا يعني زي ما احنا عارفين مجلس اداره النادي الاهلي وحقيقه لفتات طيبه جدا بخصوص أشقائنا في فلسطين، أكيد طبعا زي ما احنا عارفين وزي ما تم التنويه عن وجود 6 عربيات من وزارة الصحة في محيط استاد القاهرة، يعني بدأت خلاص من صباح اليوم لأي حد من جماهير النادي الأهلي متوجه لاستاد القاهرة علشان التبرع بالدم لصالح إخواتنا طبعا وأشقائنا في غزة. والحقيقة أن ده كان طلب قدمه مجلس إدارة النادي الأهلي لوزارة الصحة علشان يكون في تواجد لهذه العربيات طبعا من الوزارة الخاصة طبعا يعني بمباراة اليوم.
اليوم. طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي اليوم امام سيمبا التنزاني. خلينا بقى ننتقل لقطاع الناشئين واللي بيواصل الحقيقه انتصاراته على مدار الفتره الماضيه في بطوله الجمهوريه، والحقيقه بقى نتائج الجوله الثامنه من بطوله الجمهوريه والبدايه مع اهلي 2005 اللي استطاع ان يفوز على فاركو بنتيجه 5-3، ده طبعا بركلات الترجيح بعد ما تم يعني التعادل ما بينهم بنتيجة 1-1. الحقيقة ان كانت المباراة في مدينة الاسكندرية خارج ملعب طبعا يعني النادي الاهلي، ولكن استطاع النادي الاهلي ان هو يفوز على نادي فاركو بنتيجة 5-3، وبكده يكون النادي الاهلي مواليد 2005 قدر ان هو طبعا يعني يرفع رصيده ل 17 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة فقط والخسارة في مبارتين فقط. ما بقى بالنسبة لفريق النادي الأهلي مواليد 2007 قدر برضو أنه هو يتغلب طبعا على البنك الأهلي بنتيجة 3-0. كانت المباراة أقيمت أمس طبعا الاثنين على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر، والحقيقة أن كان في أداء كبير جدا من فريق النادي الأهلي مواليد 2007، وكده بقى يكون برضو رفع رصيده في الجولة الثامنة أو بعد انتهاء يعني الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية ل 22 نقطة بعد ما فاز في 7 مباريات خسر في مباراة واحدة فقط. طبعا يعني كل التحية لقطاع الناشئين لما يحققه في يعني خلال المباريات الماضية في بطولة الجمهورية سواء الموسم ده أو كمان المواسم الماضية. خلينا بقى ننتقل لكل الألعاب الأخرى والبداية طبعا مع رجال سلة الأهلي عقب عودتهم من البحرين بفوز طبعا النادي الأهلي على نادي الزمالك بكأس السوبر المحلي زي ما احنا تابعنا بنتيجة 64-60 يوم الجمعة الماضي. الحقيقة بقى أنه أولى مباريات النادي الأهلي بعد العودة من يعني والفوز بكأس السوبر والعودة من البحرين هتكون أول مباراة في الدوري طبعا وأولى مبارياته المحلية عقب استئناف طبعا الدوري في الدورة المجمعة الأولى هتكون يعني غدا إن شاء الله في تمام الساعة 6 مساء هتكون أمام نادي الشمس، ويعني بنتمنى كل التوفيق لرجال سلة الأهلي. يمكن بقى يعني سيدات سلة الأهلي سابقين شوية في المباريات وخلاص بعد الانتهاء من الدورة المجمعة الأولى والدورة المجمعة الثانية، يمكن شفنا فوز كبير ليهم امبارح طبعا في دور الـ16 من دوري المرتبط. طبعا سيدات سلة الأهلي قدروا ان هم يعني يتفوقوا ويفوزوا على نادي التوفيقية بنتيجة 71-21، طبعا يعني هاي سكور جدا وفرق بوينتس كبير جدا بالنسبة للنادي الأهلي او سيدات سلة الأهلي زي ما احنا دايما متعودين منهم، وبكده بقى بيتأهل لدور الـ8 من دوري المرتبط، وهيقام دور الـ8 أو مباراة دور الـ8 إن شاء الله أمام نادي الصيد هتكون يوم الجمعة المقبل. طبعا نتمنى كل التوفيق لسيدات سلة الأهلي. اخيرا بقى يعني مباريات الكره الطايره، يعني زي ما احنا عارفين يمكن كان في توقف خلال الفتره الماضيه، ولكن خلاص يعني اقل من 10 ايام بتفصلنا عن استئناف المباريات مره تانية، وتحديدا لسيدات طايره الاهلي يعني يمكن هيواجهوا ان شاء الله يوم 3 نوفمبر هيواجهوا نادي الصيد، وهتكون دي المواجهه الاولى في طبعا يعني مباريات الدوري المحلي بالنسبه للكره الطايره. طبعا دي كانت كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. بشكركم جدا، كلمة لكم مرة أخرى. تغطية كافية ووافية كالمعتاد، بنشكرك عليها، شكرا جزيلا يا مريم، شكرا ليك. امبارح أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين تتويج محمد صلاح، ده كان خبر رائع جدا، وبجائزة هنا أفضل لاعب في منافسات البريمير ليج عن شهر سبتمبر الماضي في فئة تصويت الجماهير. طبعا دي حاجة محترمة جدا. سجل محمد صلاح مؤخرا كمان هدفي الفوز لصالح ليفربول زي ما احنا تابعنا أمام إيفرتون، وكلمنا في تفاصيل المباراة دي تحديدا، ووصل بدا رصيد محمد صلاح ل7 أهداف عشان يقفز لوصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، وده خلفا للنرويجي هالاند طبعا مهاجم مانشستر سيتي المتصدر برصيد 9 أهداف. وعشان كده انا قلت لك هالاند ممكن جدا على فارق السن طبعا قدام ومع مرور السنوات هو فعلا يحقق ارقام مختلفه كمان عن ميسي وعن رونالدو وربما عن صلاح. على كل حال كمان رفع محمد صلاح رصيده ل 146 هدفا في الدوري الانجليزي عشان يتخطى السجل التهديفي للتاني هنا بقى النجم الهولندي السابق رابن
روبن فان بيرسي صاحب المركز الثالث عفوا ال 13 بقائمه افضل هدافي البريمير ليج عبر التاريخ. فيعني ارقام كل يوم يمكن زي ما بيتقال محمد بيصنع او محمد صلاح بيصنع تاريخ جديد. وعايز اقول لحضراتكم خلاص هو فاضل كده اربع تقريبا اهداف ويدخل محمد صلاح قائمه افضل 10 في تاريخ هدافي البريمير ليج. كل التوفيق طبعا ليه. واعتقد ان هو مش هيوصل لده بصعوبه يعني ممكن جدا في خلال فتره قصيره يتم تحقيقه يعني. يعني ده يتقال عليه انجاز تاريخي بالمعنى الحرفي للكلمه. يعني في ازمنه يعني سابقه كان من المستحيل ان حد فينا يتخيل ان هيكون عندنا حد بيتقال عليه اللي انت بتحكيه ده مش أصلاً. من مصر بس ومن افريقيا حتى صحيح. طيب عايزين بقى نقول لكم خبر هيكون حلو بالنسبه لعشاق الميلان بشكل خاص، لان طبعا الميلان الحقيقه السنه اللي فاتت عاد بقوه لدوري الابطال ولعب نصف النهائي بعد غياب سنوات، وبناء على كده حقق ميلان ارباح كبيره جدا لاول مره من 17 سنه. اعلن النادي انه حقق ايرادات سنويه قياسيه بلغت حوالي 404.5 مليون يورو بزياده قدرها 36% عن السنه اللي فاتت. طبعا جاء هذا الارتفاع في الايرادات مدفوعا بارتفاع المبيعات التجاريه ومبيعات الرعايه وزياده الدخل من حقوق البث التلفزيوني. وبدات يعني نقدر نقول ان بلغت الارباح الصافيه حوالي 6.5 مليون يورو، وهي دي الرقم اللي ما اتحققش بقالهم فتره طويله. دي المره الاولى للنادي من 2006، فطبعا في حاله من النشوه هناك عند عشاق الميلان. طبعا كان نادي كبير جدا وما زال طبعا، لكن في دروب كبير جدا حصل طبعا. اسماء كبيره جدا لعبت في ميلان ولحد دلوقتي كمان مسيرتها موجوده مع الكره عامه الايطاليه، لكن طبعا الدروب من 2006 زي ما انت بتقول ده صعب جدا. لكن الحاجات دي بقى انا مش فاهماها قوي، زي مثلا برشلونه اللي حصل، بس احنا فاهمين الاسباب صحيح. وقتها بس نادي قوي جدا ولعيبه تقال جدا ونتائج رائعه، فجاه تلاقي دروب كبير حصل. واعتقد وقتها ما كانش الاسباب لها علاقه ابدا بالشق المادي، ونتكلم على ميلان تحديدا عكس برشلونه كان تقريبا حاجه ليها علاقه بالاداره برضو اللي اثرت بشكل كبير. ويمكن برشلونه حصل فيه دوده الاثنين مع بعض فادى للنتائج دي، بس دلوقتي برشلونه ربما رجع مره ثانيه. على كل حال خلينا نتابع دلوقتي او نتعرف على اكثر 6 لاعبين تسجيلا للاهداف في موسم واحد بالدوري الانجليزي الممتاز. هنروح للفيديو جراف ده نتابع وكده فاصل ونرجع نكمل. الحقيقه الفقره دي من الفقرات المحببه جدا لينا في 10 الصبح في الاهلي، ومن اكثر الامور اللي احنا بنحب دايما نلقي عليها الضوء، لان اصحاب الموضوع ده واصحاب الملف ده واطرافه يستحقوا مننا كل الدعم والتقدير والاحترام. هنتكلم في هذه الفقره عن لعبه التنس الارضي البارالمبي، واكيد هنتكلم مع حضراتكم ومع ضيوفنا على الانجازات اللي بتتحقق من قبل لاعبي منتخب مصر. خلونا نرحب بضيوفنا اللي منورينا حسن عماد وعبد الرحمن صلاح ابطال مصر في التنس الارضي البارالمبي. صباح الفل عليكم. صباح الفل. صباح الهنا. وفي كده يقول لك دايما يعني الجواب باين من عنوانه بجد. هي حضراتكم تشوفوا ده كده جزء من يعني الجوائز اللي هم حصلوا عليه. قبل ما نخش في اي تفاصيل احنا لازم نعرف برضو حسن ولازم نعرف عبد الله ليه يعني عبد الرحمن عفوا ليه الجماهير. خلينا نبدا. هبدا معاك يا حسن. انت عندك كام سنه؟ شكلك ايه كام سنه؟ 26. لا نو واي. لا 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 لا, لا. اصل انا لقيت دبله في ايده فهو ما شاء الله. كنت عايز اقول انا اديتك 15 سنه. لا مش قوي. ما شاء الله. لا ما يبانش فعلا. ما شاء الله يعني. فعلا خالص. قلت ازاي 15 سنه وخاطر ما شاء الله. حسن كلمنا اكتر يعني خلي الناس تعرف اكتر عنك. انا اسمي حسن 26 سنه من اسكندريه. بلعب تنس من 2018 يعني فترة الحمد لله صغيرة قبل التنس. وقبل الفترة ديت كنت أصلا بلعب كرة قدم وتعرضت بعديها الحادثة بس. وبعد الحادثة بقى الدنيا كلها اتغيرت وكل حاجة
كان في دروب يعني كان عندك بعد الحادثه احساس كده ان الحياه وقفت وبعدين طبعاً. يعني ما دي بقى الحته اللي انا عايزاك كمان تكلمنا عنها في قصه ان انا من ازمه اخليها قصه نجاح دي مش سهله طبعاً. دخلت طبعا في فتره ياس واكتئاب كبيره ان الموضوع بالنسبه لي كان صعب كنا طبعاً. لسه كنت بلعب كوره كنا لسه مخلصين الدوري بتاع اسكندريه كنت واخد افضل حارس في مرمى في اسكندريه ومتكرمين وبعديها خلاص انا شفت بقى الدنيا قفلت معايا مش عارف العب رياضه تاني بس واضح انها فتحت قوي بعد كده الحمد لله بالله ما شاء الله الحمد لله وعندي زمايلي بعد الدوري راحوا لعبوا في النادي الاهلي ولعبوا فريق اول طبعا انا كنت بشوف دوت وانا قاعد في البيت مش عارف اتحرك فالموضوع بالنسبه لي كان خلاص طب اخر المطار. اول حركه اتحركتها بقى كانت امتى وبموجب ايه بناء على ايه انتفضت وقمت مره ثانيه وحققت اللي انت حققته ده بسم الله ما شاء الله اول خالص طبعا اهلي والدي ووالدتي هم اللي ساعدوني طبعا ان انا اخرج من اللي انا كنت فيه وان انا انزل الشارع تاني وابدا اتاقلم مع الناس وابدا احتك تاني مع الناس لا مش هينفع ان انت تفضل قاعد في البيت طبعا. لا عادي ده مش نهايه الدنيا يعني لا صح. ان شاء الله ربنا كاتب لك الاحسن والافضل والحمد لله فعلا يعني قد سهل الحمد لله بس مره كنت انا رايح الكليه الناس معانا في الفريق زميلتنا في الفريق شافتني واقترحت عليا ان انا اجي والعب معاهم التنس طبعا ما صدقت ان انا هقدر العب رياضه من اول وجديد تاني لان من قبلها انا قعدت ادور ان انا العب رياضه ما عرفتش اوصل لاي حاجه فحسيت خلاص بقى يبقى لازم اروح بقى واجرب والعب رياضه من اول وجديد تاني بس الحمد لله وابتدينا بقى المشوار هناك هنيجي بقى المشوار لما ابتديته ازاي وصلت طبعا للنجاح ده بس برضو عبد الرحمن خلينا نسمع برضو لازم الناس تعرف مين عبد الرحمن والانجاز اللي انت عملته برضو ازاي ده حصل انا عبد الرحمن صلاح انا طفل كان عندي 6 سنين عملت حادثه في وقت يعني غير مناسب للاطفال ان هم بيحبوا يلعبوا ويجروا ولسه بيتعرفوا عن الدنيا ماشيه ازاي واللعب بيمشي ازاي يعني طفل من طفولتي انا اتمنعت ان انا العب ده في اي سن انا 22 سنة ده كان وقتها وقت ست الوحيد. ست سنين حادثة فكان موضوع صعب جدا ان انا شايف صحابي انا اولى ابتدائي يعني طبعا كلهم بيلعبوا ويجروا وينزلوا الالعاب الا انا الموضوع كان صعب نفسيا جامد قوي جيت فترة قعدت في البيت ما مش عايز اروح مدرسة مش عايز اشوف حد حواليا مش متقبل اللي انت فيه خالص اصلا خالص لا ان الموضوع صعب طبعا صعب ان انت تفقد جزء وكده لا صعب ان كطفل صعب جدا فوالدي طبعا فضل ورايا ووالدتي ان انت لازم تلعب رياضه الموضوع ما ينفعش يقف هنا بدات رياضه وانا عندي 9 سنين اصغر لاعب بارالمبي لاعب رياضه وكان كل اللي يشوفني كان في ناس ما ترضاش تمرني لسه صغير قوي ده هياخد معانا وقت ومش هيعمل حاجه يعني حبطوك يعني الواحد عايز يبدا حياه ناس عملت له احباط هو يعني ده شيء غريب جدا الصراحه هو الموضوع يعني محبط من كل حته ومقفول من كل حته الصراحه برضو والدتي ووالدي ما وقفوش هم ما يقلوش بطوله عنكم هم الابطال والله فعلا الاهالي دايما هم اللي سندونا ان احنا نوصل طبعا طبعا يعني ليهم كل التقدير والاحترام هو الموضوع بقى ان جه في 2010 قابلتني كابتن هاله كابتن هاله دي هي المؤسسه لفريق اسكندريه للتنس اخدتني فكنتوا الاثنين يعني بقينا ثلاثة يعني كريم اسكندراني بقى احسن ناس عندك مشكله معاهم لا ده انا بقى عايز اقول لك على حاجه بالعكس انا بتكلم في حاجات بفتحها يعني كلام ما اقول مثلا طلعت وانا مش عمري ما انا ما عنديش اي روتس اسكندريه بس اقول طلعت مستدوره بقى من لا والله انا بقولها غصب عني والله مستدوره من قوي قوي يعلقها على جمله ونزلت ولبست طب والله انا بفتح الكلام بيفتكروني اسكندرانيه هي كده لساني ما اعرفش يعني ف يلا الحمد لله يعني الحمد لله حب عليك في اسكندريه بس طبعا الحمد لله كنت اول واحد في عنده 10 سنين يكسب بطوله مركز ثالث ما شاء الله عبد الرحمن انت اصلا بس اتمرنت تقريبا سنتين حاجه زي كده او ثلاثه واو ما كانش حد بيرضى يمرني يعني هي كابتن هاله برده فضلت ورايا وهي معتبراني زي ابنها وفضلت ورايا يعني هي برده ليها عامل الصراحه ان انا اروح واجي من التمرين ان جت وقت والدتي مش عارفه توديني التمرين عشان اخواتي برده من مدارس وكده فانا عليها صعب مسؤوليه طبعا بتكون. فكابتن هاله الصراحه كانت ورايا ان انا طفل عنده 10 سنين ينزل ويركب مواصلات ويعدي سكه لوحده عشان يروح التمرين من هنا بدات بقى قصتي انتوا بتتمرنوا فين في اسكندريه بالمناسبه والله هو نادي الصيد يعني مشكورا هو فتح لنا ان احنا نتمرن عنده
مجانا يعني بدون ايجار ملعب بدون اي حاجه دوت يعني. هو شكرا ليه جدا يعني. احنا اسكندريه دورنا كتير على اماكن ان احنا ننزل نتمرن فيها. طبعا معظم الناس ومعظم الانديه حتى النوادي القائمه دلوقتي ما فيهاش مثلا مساحه للرياضه دي في نادي سبورتنج نادي سموحه بس هم رافضين. نادي السيد عندنا ولا فين؟ نادي السيد اسكندريه. في فرع في اسكندريه انا مش عارفه. اوكي هم رافضين بيقولوا ان الكراسي بتبوظ لهم الملاعب وكده لكن ده يعني بس هو الموضوع وهمي يعني. الموضوع وهمي هم بس مش قابلين فكره ان مش عارفين ان احنا بنحقق. هو محدش شايفنا ومحدش عارفنا محدش بيسمع عننا فالموضوع بيضايق شويه ك طب محدش شايفنا ومحدش عارفنا دي ممكن تتقال على الجمهور بشكل عام لكن في انديه رياضيه ما بقوش عارفين ايه الانجازات الرياضيه اللي بتتحقق. احنا تعبنا جامد. اغلب ان هم بيبقوا خايفين على الملاعب بتاعتهم يعني. هم الناس متصوره ان احنا علشان بنلعب تنس بالكرسي ان الكرسي هيبوظ الملعب لكن ده مش هو بالمناسبه برضو فرصه نعرف الناس برضو هو ايه الاختلافات بين التنس الارضي العادي والتنس الارضي البارالمبي. هي الفرق حاجه واحده بس ان احنا عندنا الكره بتنط نطتين بس لكن هي نفس الرولز نفس لكن كل مساحة حاجه الملعب والليت ما بيتحسبش الليت بيتعاد لكن نفس المساحه نفس الرولز نفس كل حاجه بس هي الكره تنط نطتين بس. يمكن احنا كمان اصعب من الاسواق ان احنا عندنا ان احنا بنتحكم في كرسي طبعا كرسي ومضرب وتركيز عالي جدا يعني احنا بنفكر بطريقه عاليه يعني احنا بنشوف الاسواق كلهم ان هم بيلعبوا باسماء نوادي كتير يعني انا بشوف نوادي كتير. بص ممكن نجيب الفيديو في النص يا جماعه عشان برضو يكونوا شايفين واحنا بنتكلم يشرحوا لنا اكتر. بص احنا معانا فيديو اوريدي شايفينك وانت بتلعب. لا طبعا دي اصعب. على فكره انا كنت بلعب تنس في نادي السيد بس القاهره. انا بالنسبه لي اللي انا شايفاه ده اصعب بكتير. طبعا اصعب طبعا بكتير فاهم عشان يلعب الكوره لا طبعا صعبه مش سهله ابدا. الموضوع لا صعب وعايز سرعه وعايز الكره بس بتنط نطتين لكن هي نفس الرولز نفس الملعب نفس المساحه نفس الشبكه. انا عايز افهم هتبوظوا الملعب في ايه يعني لا خالص هي عجلتين بيمشوا يعني مفيش اي ضرر اصلا يعني عادي جدا يعني خالص يعني عادي جدا. طب ما تواصلتوش مع اي حد ممكن يحل لكم المشكله دي على الاقل سكندريا؟ هو انا من زمان اي حد من الوزاره اي حد احنا من زمان ما عرفناش نوصل لحد او مش عارفين نوصل لحد بس لكن احنا اكيد نفسنا ان اللعبه طبعا يعني صعبه شويه بالانجازات دي كلها وبالكؤوس دي كلها دي مش عارفين توصل لها محليه غير بقى دي محليه انا افريقيا احنا حققين افريقيا بس ما فيش حد عارف عننا حاجه يعني حققنا بطولتين السنه دي افريقيا احنا اول ناس في الويلي تشير تنس انا وحسن نعمله بطولات ما حدش قبل كده عمل بطولات وعاملين بطولات صعبه يعني احنا بنلعب ناس عالميه 88 على العالم 23 على العالم واحنا على فكره احنا 400 وحاجه 300 دلوقتي دخلنا في 300 احنا دخلنا 300 كانت بطولات بره مصر ولا جوه مصر؟ بره مصر كانت واحده في بره مصر يعني انا لعبت ثلاث بطولات دوليه واحده في كينيا دي البطوله بتاعت غانا المؤهله لباريس 24 دي اهم بطوله احنا خدناها في حياتنا و المنتخبات اللي جنبنا دول جنوب افريقيا والمغرب ما كانوش متخيلين ان احنا نقف جنبهم على التوالي ما كانوا مستغربين ان احنا كسبنا نيجيريا يعني نيجيريا برضو كان من الناس اللي هي مؤهله ان هي تبقى في الاوائل واحنا الحمد لله لعبناها وكسبناها واحنا لعبناها نيجيريا في شهر 2 وخسرنا منها يعني الحمد لله كسبناها البطوله دي فدي كان بالنسبه لنا احنا كده خلاص احنا خدنا البطوله بالنسبه لنا والله يا بص يعني اقول لكم على حاجه انا فرحانه جدا وانا بشوف الحاجات دي بجد والله مش مجامله يعني ما شاء الله عليك وحاجه مشرفه جدا دي كانت في نيجيريا دي كانت في نيجيريا الصوره اللي فاتت السنه دي وكابتن محمد صفوت كان اخد ميداليه فيها يعني محطوط صورته ورا هيك بس يعني احنا نفسنا نبقى زيهم نفسنا ناخد الفرصه زينا زي الاسواق احنا ما فيش تقريبا نوادي نلعب باسمها احنا ابطال يعني احنا داخلين ان احنا ممكن نبقى ابطال عالم. شوف هقول لك على حاجه يعني خليني اديكوا حته كده ايجابيه شويه وبجد هتشوفوا ده انا مش بقول كلام اي كلام او كليشيه وخلاص. في ناس كتيره بتظهر معانا في القناه هنا وفي البرنامج ده تحديدا وبيقولوا كل الرسائل اللي هم عايزينها وتاكدوا ان لازم بيكون في انا عارفه الكلام ده من وزاره الشباب والرياضه حد بيكون بيتابع دايما لان احنا فقراتنا كلها رياضيه مرتبطه بشغل الوزاره فكلامكم ان شاء الله هيوصل لسياده الوزير وممكن كمان احنا نتواصل بشكل مباشر مع المتحدث طبعا الاستاذ محمد فوزي رجل لطيف جدا
جدا ومتعاون جدا، ونقول له على النقطه دي بعد انتهاء الحلقه عشان حتى تكونوا موجودين طبعاً. لان ده حقكم. بص انا مش بعمل لك مجامله، انت واحد بترفع اسم مصر في بطولات عالميه لسه كنا بنتكلم عن ده، فده ابسط حاجه ليكم. فطبعا ده ممكن نعمله جدا، ومش عايزاكم ابدا تيأسوا، اصلا مش هقولكم ما تيأسوش، انتوا بالعكس انتوا اصلا بتتحدوا. على فكره احس كده بقى تبقى اللي نهاوند بتقوله فرصه عظيمه تقولوا لنا انتوا عموما ايه طلباتكم بالظبط، والله ايه احتياجاتكم. هو احنا نفسنا نبقى بقى لعيبه دوليه، يعني احنا الحمد لله محليا حققنا كل اللي احنا محتاجينه، ودوليا بدانا ان احنا نحقق بمجهودنا اللي على قدنا فوق المتوقع كمان. يعني احنا كان مرسوم لنا ان احنا الاتحاد بيقول لنا انتوا لو جبتوا مركز خامس انا هعمل لكم اللي ما اتعملش بالظبط خامس. احنا يعني الحمد لله مش برونزي، صغير بعدد ساعات تمرين قليله، بعدد ايام تمرين قليله، بامكانيات محدوده، امكانيات قليله، الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نحقق 2 برونزيه في سنه واحده، فده طبعا انجاز كبير. فاحنا محتاجين اكيد نلعب باسم نادي. يعني انا لما زمايلي جم ولعبوا في النادي الاهلي وانا ما كنتش قادر، طبعا كان في شويه احباط، بس طبعا لسه عندي الامل والحلم ان انا اجي والعب بقى، بدل ما كنت هلعب كره قدم فانا ان شاء الله العب في النادي الاهلي التنس ارضي ان شاء الله. فده اللي احنا محتاجينه، ان احنا محتاجين ان احنا حد يقدر ان هو يساعدنا ان احنا نبقى ابطال زي الناس التانية. يعني الناس التانية هي شغلتهم ان هم بيلعبوا رياضه طبعا، بس بنقعد نتكلم معاهم. هو الشهر دوت مثلا هم بيتمرنوا اسبوع وثلاث اسابيع بطولات بره، بطولات دوليه علشان يقدر يحقق الرانك الدولي. طب هي التنس بتعتمد على الرانك الدولي عشان اقدر اوصل اولمبياد. هو كده اول 50 على العالم بيوصلوا اولمبياد من غير اي تصفيات ومن غير اي حاجه. وانا علشان اوصل من اول 50 لازم العب بطولات دوليه كتير طبعا، عشان اقدر مع كل المنتخب واقدر اجمع منها بوينت. فساعتها انا مش محتاج ان انا اروح تصفيات، انا كده كده ببقى مؤهل. زي مثلا الناس بتوع جنوب افريقيا والناس بتوع المغرب هم اصلا جايين البطوله كده، هم متاهلين. طب انتوا السفريات اللي عملتوها دي كانت على حسابكم الشخصي ولا كان في دعم؟ كان في دعم. هو السفريات احنا جينا في 2019 و20 ما سافرناش، هم مش مقتنعين باللي موجودين وقالوا ان هم ما بيحققوش ومش شايفين. فقعدنا 3 سنين ما بنسافرش، حتى انا وحسن كنا ناويين ان احنا نبطل تنس. يا وصلتوا للمرحله دي؟ الموضوع كان صعب جدا. خلاص عملنا اللي احنا عاوزينه في مصر، يعني محليا كلمه هم تقصد بيها مين؟ هم كاتحاد. يعني انت ممكن برضو تبقى مقل شويه المساحه لينا. يعني انت تبقى الميزانيه المتوفره عندك، هم مش واثقين ان احنا ممكن، هو مش واثق فيك ان انت تطلع تحقق. احنا والله انا يعني انا كنت مصدوم ان انا اعرف بطوله نيجيريا ان انا مسافر قبليها باسبوع. طب هل الامور اختلفت بعد ما رجعتوا من بطوله نيجيريا دي وانتم محققين الانجازات اللي انتم حققتوها؟ الرؤيه اختلفت للاسف. ما كانش في حد على تواصل معانا، ما حدش استقبل. انا كنت متوقع ان حد هيجي في المطار يستقبلنا وحفل تكريم كبير. انت عملت تانية مع فرق تانية كانوا معانا في نفس السفريه. يعني انا وعبد الرحمن نازلين من المطار عادي، نزلنا من الطياره خدنا العربيه ومشينا. بعديها بكام يوم كان في فريق تاني. طبعا اللعبه الجماعيه طبعا هي اللي واخده حقها عامه في مصر. يعني الناس التانية مستقبلينهم في المطار بورد، الله، اتوبيس مكشوف ولف بيهم في القاهره. طب يا جماعه احنا حققين نفس الانجاز اللي هم محققينه طبعا. طب ايه ده، غريبه جدا بالظبط. طبعا الحاجات دي برضو بيبقى فيه شويه احنا لو في اهتمام بس شويه ويركزوا معانا شويه والله احنا هنعمل. احنا والله انتوا عاملين بالفعل، مش لسه حتى عاملين. ده 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 كده ولا حاجه. طب ورئيس الاتحاد تقصد مين، استاذ علي شعبان ولا مين؟ انا عايز اصدمك ان انا مش عارف حد. مش عارف الاسم. لا ده موضوع كده كبير. على فكره الاجابه دي بليغه جدا توصل لك الصوره كده. ما فيش كونكشن اصلا. كلاعب انا يعني انا بشكر طبعا نادي السيد ان هو موفر لي ملعب انا بروح اتمرن وخلاص. انا يعني انا واحد بنزل اتمرن وانزل بطوله محليه عادي جدا. البطوله المحليه كلها انا المسؤول عنها، ما حدش مسؤول عنها. ان انت المتكفل بالتكاليف. لا هو الاتحاد بيوفر لي اقامه. الاقامه بس الاتحاد بيوفر لي اقامه. اسكندريه والبطوله تبقى في القاهره، ممكن تقعد يومين وثلاث ايام. فهو الاتحاد بيوفر لنا اقامه. انا كسفر وكده انا متكفل بيه، ما حدش متكفل بيه، كله انا المتكفل بيه. فده قدام شويه. يعني زي ما قلت لحضرتك انا كنت الاول، احنا في 2019 لحد 21 احنا ما كناش بنسافر، وقلنا خلاص هنبطل تنس، وقلنا مش عايزين نلعب اللعبه تاني عشان شفنا دول كتير بتطلع واحنا زي ما احنا. طب ليه؟
احنا نقدر ان احنا نوصل. احنا طلعنا نيجيريا جبنا برونزيه، ما حدش سمع عننا، قلنا ماشي احنا تاهلنا لغانا، غانا مؤهله لباريس 24. ده الموضوع يعني وصل اولمبياد باريس او بارالمبيكس. انت عارفه اللي هم بيقولوه ده هو الترجمه العمليه للي انت كنت بتتكلمي فيه في الجزء الاول تقريبا، وبالذات في حلقه النهارده في الجزء الاولاني بتاعت عشان ما يروحوش لحد ومش ما يروحوش. فاكره الجزء ده من الكلام او يحبطوا ويبطلوا؟ صحيح. بس احنا اكيد مش عاوزين كده يعني، احنا مش عايزين ان احنا نروح لحد نلعب باسم حد تاني وكده. احنا عايزين نلعب في مصر عادي باسم مصر طبعا بلدنا، ده حقك الطبيعي يعني. بس يعني شويه حد يشوفنا بس يعني، لما نلعب مثلا باسم نادي كبير النادي دوت هيقدر ان شاء الله ان هو مثلا يرعانا، يقدر بقى ان هو يخليه في احتكاكات شويه، نقدر ان احنا نسافر، نقدر ان احنا نعمل نعلي الرانك بتاعنا. احنا في بطولتين بس وصلنا في 300 رانك. طالما الاتحاد على الاقل اضعف الايمان بيوفر لكم مثلا الاقامه لما تكون البطوله بتتلعب في مكان تاني غير اسكندريه، وبيوفر لكم الاقامه وتذاكر السفر لما بتكونوا بتلعبوا بطوله بره البلد كلها، معنى كده ان في شخص ما على الاقل انتوا بتاخدوا وتدوا معاه او بتتواصلوا معاه. كابتن هاله، هي كابتن هاله، كابتن هاله في اسكندريه بتتواصل مع كابتن شيماء في الاتحاد، وكابتن هاله متطوعه في الاتحاد يعني. بالزبط. هي بدون مرتب يعني، هي اصلا معنا. يعني هي مش مسؤوليتها ان هي تبقى معانا، دي شخصيه هي شخصية يعني محترمه جدا 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 حقيقي جدا. انا حبيتوني ان انا اتعرف عليها والله فعلا. والله هي بس لا يعني يعني تحياتنا ليها بصراحه، شخصيه يعني كده محترمه. انا بقول لحضرتك هي معايا من 2010، هي ما سابتنيش غير لما طلعت جنوب افريقيا وانا عندي 14 سنه واخدت برونزيه برضه، محدش عرف حاجه عني ونمت لمده 2022 وطلعت 2022. بص يا عبد الرحمن، بص يا حسن، بصوا بقى يصلوا بينا على النبي، يصلوا بينا على النبي. يعني بجد اللي انتوا بتقولوا ده يحزننا، لكن انا هخلينا ايجابيين شويه. انا قلت لكم ان بعد الحلقه هنعمل مكالمتين ان شاء الله ويكونوا موفقين. انا بقول لكم على انتوا معانا اخر البرنامج يعني، فان شاء الله نقدر نساعدكم لان ده دورنا برضو كاعلاميين. والحاجه الثانيه، من خلال المنبر الاعلامي المحترم قناه الاهلي و10 الصبح في الاهلي، انا اعتقد صوتكم كده كده هيوصل، كده كده الناس هتسمع اللي انتوا بتقولوه، فهي يبقى فيه يعني استنكار للاحداث، وده ربما برضو يبقى ليه انعكاس كويس. فما تقلقوش من الحته دي ان شاء الله خير، وهنبقى على تواصل كده كده، حتى ممكن اديكوا رقمي انا وكريم. ده شق. الشق الثاني بقى اللي خلينا دلوقتي في الايجابيات، ايه البطولات القادمه؟ وفي نفس الوقت انا عايز اعرف عنكم اكتر، لان انا بحب لما يبقى عندي يعني انا وكريم نماذج ناجحه نعرف اكتر الحته البيرسونال بقى. انتوا اصلا بتشتغلوا مع اللي انتوا رياضيين ولا لا؟ يعني هو انت مش خاطب؟ مفيش دلع. لا انا في كليه. ندور لك بقى على بس خلاص كده، عروستك عندي. انا في كليه تجاره، موضوع انا طالب، انا حد عاشق للرياضه والله يعني، باين من كلامك. انا من يمكن ممكن اكون انا كليه ممكن ما كنتش مديها حقها زياده عن اللزوم، مدي الرياضه اهميه اكبر بكتير جدا يعني، زياده عن اللزوم. انا عايز ابقى حاجه، معلش. انا وحسن احنا كنا بنتمرن، بنيجي على نفسنا ننزلوا على البحر نجروا يعني 10 كيلو ولا 12 كيلو عشان نزود اللياقه عندنا والله، بدون امكانيات وبدون ملعب. ان احنا كان بيتوفر لنا نص ساعه بس تمرين، نص ساعه، والنص ساعه يعني مش كتير برده ومش كافيه، بس برده انا بشكر نادي استاد عليها. بس انا نفسي يعني الاقي اهتمام اكتر من كده. وانا انتوا مش بنتكلم عن هوايه يعني بيطلبوا اهتمام، دول ابطال يعني. طبعا. ابطال حقيقيين. انا بحب ان انا نشد كابتن محمود الخطيب، وان انا نفسي ازور النادي الاهلي، وامنيه حياتي من زمان ان انا مشجع جدا يعني. انا انت ما رحتش ولا مره النادي الاهلي؟ لا انا على طول. أه؟ انا على طول بحضر ماتشات وبنزل تحت. ومره كابتن حسام غالي قالها لي انت ما تروحش تقول لحد انا عايز العب باسمك، هو هيجي عليه اليوم هيجي يقول لك انت هتيجي تلعب في المكان ده. فانا بشكر كابتن حسام غالي ان هو برضو يعني هو قالها لي مره جميله وداعمه دايما. انا بس مستوى يعني الشخصي كلنا بنحبه طبعا فعلا. بس يعني هو هزني ساعتها وقال لي الكلمه دي، والصراحه انا اشعرت ساعتها. وطبعا الشعور ان انت واقفه في الاستاد، انا بقعد طبعا تحت في جنب الدكه، ف انت بتسمعي صوت الجماهير يعني شعور جميل طبعا. جدا جدا. فانا نفسي بس ان انا اخش نادي الاهلي وازوره، يعني دي امنيه من امنياتي. انت راجع اسكندريه النهارده ولا بكره ولا ايه؟ بس ممكن نوديه بعد الموضوع بسيط مباشره. يلا بينا مباشره. يلا مجرد انتهاء الحلقه يعني هنلعب معاك. وناخد معانا ابو علي برضو، مش هنسيبه لوحده اكيد، يجي برضو ينور الدنيا. احنا برضو عندنا ان شاء الله بطوله في شهر 2 ان شاء الله، غالبا هتتلعب في المغرب.
هي برضو مؤهله اولمبيات، فهي في شهر 2، فطبعا لسه ما بدناش تمرين وما بدناش معسكر ليها وكده. احنا ناخدكم معانا النادي الاهلي وانتوا تاخدونا معاكم المغرب ان شاء الله. يلا بينا يلا نظبطها على كده. انا موافق. بس فطبعا احنا بقى يعني دي اهم بطوله دلوقتي جايه لنا، ان هي بتاعت شهر 2 ديت. احنا دلوقتي يعني يعتبر في شهر 11، فان شاء الله دي اللي هنبدا اللي احنا نستعد فيها. فطبعا نتمنى ان احنا نبدا نستعد للبطوله بتاعت شهر 2 ديت واحنا في نادي، يعني نتمنى طبعا نكون في النادي الاهلي على نقدر ان احنا ساعتها نكون عملنا فتره اعداد كويسه، قدرنا ان احنا نروح ان شاء الله ونقدر ان احنا نحقق فيها حاجه. يعني دي اهم بطوله ان شاء الله جايه، يعني شهر 2 يعني خلاص كلها اه بالظبط، يعني يا دوب ده يا دوب يا دوبك نبدا نستعد يعني ونتمرن ليها. طب انت عبد الرحمن بيدرس لسه، انت خلصت اكيد؟ انا مخلص معهد فني حاسبات ومعلومات، ومعايا عربيه بتاعتي بشتغل بيها في التوصيل يعني وكده. ما شاء الله عليك يا حسن، والله العظيم يعني والله العظيم حاجه بجد مشرفه ونموذج. انت والله لا ايه ده يعني بكلمك بجد، هقول لك على حاجه. انتوا يعني اولا لما انت بتحكي لي 10 سنين وكنت بتروح وبتعتمد على نفسك وبتروح لغايه التمرين، يعني اللي هو بيعمله راجل وهو عنده 10 سنين صحيح. دي حاجه، وانت صحيح. ما شاء الله بطل، وفي نفس الوقت بتساعد نفسك بكل الامكانيات اللي عندك. يعني ما بقدر طبعا يعني والله العظيم انا عايزه اشكر اهاليكم بجد، يعني لو هم اكيد بيتابعونا يعني والله حقيقي شكرا. وانتوا فعلا عرفتوا تربوا نموذجين محترمين صحيح. يعني مصريين بجد شكرا. تحيه لحضراتكم جدا يعني شكرا. بس يعني وطبعا اشتغلت طبعا كذا شغلانه تانية، بس دلوقتي ديت اللي انا شغال فيها بحيث ان انا الوقت التمرين اقدر ان انا ما بقاش شغال واقدر ان انا اروح اتمرن. انت تلاقي وقت لخطيبتك بقى في وسط المطحنه اللي انت فيها دي كلها. بس عشان بس والله يعني الواحد بيكون غصب عني عشان الشغل والتمرين وكده، فاكيد طبعا بيبقى في تاثير من الناحيه الثانيه. بس طبعا الناس يعني الحمد لله فخوره بيك، مفيش شك انها فخوره وسعيده بيك. طبعا انا احب اشكر والدي، والدي صياد ما شاء الله، انا احب اشكره ان هو على قد الامكانيات اللي معاه ان هو طلعني كده وفضل ورايا ان انا العب رياضه. ان انا طبعا لو ما كنتش هو ورايا وانا طفل طبعا وقال لي العب رياضه، ان هو كان مجرب ولعب رياضه، هو كان كمال اجسام، فهو ساعدني جدا وجعل نفسه جدا لدرجه ان هو كان ساعات ما لا يقول لي لا هتروح طب بابا معلش انا معيش لا خد. مقلوله الناس دي يعني طبعًا. الاهالي دول سند لينا كبير طبعا طبعا. احنا يعني احنا طلعنا من حاجه صغيره جدا، طلعنا عملنا اللي نقدر عليه. لو حد معانا طبعا الحته انا طبعا انا بقول والله انا مش هخذلك، مش 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 هخليك في مره تيجي تقول لي انت ما حققتش، لا انا حق. يا ابني ده انت مشرفنا احنا شخصيا، ما بالك الوالد، يعني انت متخيل شعوره بيك دلوقتي عامل ازاي؟ احنا فخورين بيك جدا اصلا وابو علي كمان. شكرا شكرا جدا لحضرتك حقيقي والله حقيقي. في نماذج كده لازم تبقى قدوه، هدي اللي يتقال عليها بقى ايه يعني الشخصيات اللي زيكم هم اللي يستحقوا يكونوا ترند بالمعنى الحرفي للكلمه. والله لان احنا عندنا في الفتره الاخيره الاوضاع مقلوبه ومعكوسه 180 درجه، واللي يستحق انه يكون ترند مش صح. هو الترند والعكس الصحيح صح. هو اللي حاصل صح. فاستنونا بقى لغايه نهايه الحلقه وفي فقره كمان وبعد كده نروح النادي الاهلي هنشوف بقى يعني اولا ممكن لو عايز على فكره انا عند كلمتي لو عايزين تروحوا ممكن اوديكم النهارده. عايز تروح الجزيره ولا الفرع اللي هنا في زي عايز اتصور مع كوسا افريقيا. طب بجد انتوا طياريتكم يعني اعرف عربيتكم استنونا فقره كمان. طب هنتكلم في ده بس استنونا عادي انا مستنيك حتى لو بالليل ثلث ساعه بس كمان فقره ثانيه. النادي الاهلي ده عندي يعني كيان كيان وحلم. انت مجرد ان انت بتشتري التيشيرت التيشيرت من الـ من الـ من اي ستور لا انت تيشيرت نادي الاهلي برضه فخر طبعا. لا ان شاء الله كده في يوم من الايام تلبسوا تيشيرت النادي الاهلي يعني اتمنى انا على المستوى الشخصي ده باذن الله. نورتونا عبد الرحمن وحسن، وزي ما اتفقنا استنونا ان شاء الله ثلث ساعه ونجي لكم ان شاء الله ان شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع نكمل، خليكم معنا اتفضل. الحديث اكيد عن مواجهه الاهلي وسيمبا في دوري سوبر الافريقي ومباراه العوده النهارده باذن الله مستمر، وان شاء الله يكون التوفيق يعني لفريقنا وواثقين اكيد في لعيبتنا والصعود لنصف النهائي. كلام كتير جدا عن الاهلي، خلينا نرحب بس بضيفنا الاستاذ احمد غنيمه الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير عليك يا هند. صباح الخير عليك يا كريم، منور الدنيا كلها. ربنا يخليك بنوركم. عندنا عدد 2 ماتش مع سيمبا عايزين نتكلم معاك عنهم، الماتش اللي فات وماتش النهارده. رؤيتك للمباراه اللي فاتت كانت عامله ازاي وتوقعاتك ايه الماتش النهارده؟ الاهلي اضاع فوز، كان فوز هيبقى اول مره كان يحقق فوز في على ارض سيمبا، اضاع فوز سهل جدا خاصه في الشوط الاول، فرص كتير جدا اهدرت، وده بيفسر سر تصريحات مارسيل كولر بعد المباراه.
في نقطه بس الجانب الدفاعي، ودي يعني دي بقى واضح جدا بالنسبه لي على الاقل، دي مش مشكله فقط في النادي الاهلي، هي مشكله كلها في مصر بشكل عام. الكرات العرضيه في مباراه مصر والجزائر، اسلام سليماني من سجل هدف التعادل في الدقيقه الاخيره من كره عرضيه، الهدفين بتوع سيمبا من كرات عرضيه. فانا في وجهه نظري عوده محمد عبد المنعم في مباراه العوده اليوم طبعا مهمه جدا جدا طبعا في لحل طبعا هذه المشكله في وجهه نظري، اللي هي كانت ظاهره بشكل واضح جدا في سواء مع منتخب مصر في ماتش الجزائر او في مباراه الذهاب. من الناحيه الهجوميه انا شايف ان الاهلي ادى كويس جدا، كهربا ادى بشكل كويس جدا، صحيح انه في اهدار لبعض الفرص لكن هو سجل وصنع، رضا سليم بيواصل تالقه بشكل كبير، ده على المستوى، وايضا قفشه برده فعلى مستوى صناعه اللعب ومستوى وسط الملعب ومستوى الهجوم، لكن على مستوى الدفاع كان في بعض الديفوات، ولولا تالق محمد الشناوي في الشوط الثاني كان ممكن المباراه تذهب بنتيجه مش بس تعادل ايجابي، لكن الحمد لله ربنا ستر لان الاهلي اضاع فرص سهله بشكل كبير جدا في الشوط الاول ضد سيمبا، كانت ممكن تقلب علينا في الشوط الثاني لكن ربنا ستر، وان شاء الله الاهلي قدر يوم على يعني التاهل اليوم وبنتيجه كبيره جدا، خاصه عايزين نعطي رساله الى سان داونز الاقرب طبعا للتاهل لنصف النهائي ان شاء الله. محمد عبد المنعم وجوده اصبح دلوقتي يعني لا مفر منه، احنا بنتكلم طبعا احنا النادي الاهلي عندنا سكواد واثنين، بس محمد عبد المنعم اللاعب ده في حاجه غريبه فعلا زي ما اطلق عليه احسن مدافع حاليا في مصر، دي حاجه. الحاجه الثانيه قصه اصلا ان هو كان في ناشئين الاهلي من عنده 9 سنين، وبعد كده راح سموحه اعاره، وبعد كده رجع لنا ثاني مع بعد المنتخب والتجربه الناجحه والتطور اللي حصل، وانه كان بيلعب اصلا الاول مهاجم بعد كده بقى مدافع. وجوده مهم وبيفرق بشكل كبير جدا، وفعلا فعلا النادي الاهلي يعني مش هقول الجماهير كمان، يعني عايز اقول لك الماتش اللي فات كان ناس كتير بتقول لك احنا محتاجين عبد المنعم، عبد المنعم في ان شاء الله في المباراه النهارده هيكون موجود، واكيد ده هيفرق بشكل كبير في شكل المباراه وفي نتيجه المباراه برده. لكن خليني اطمن منك برده، ما المباراه اللي فاتت احنا اهدرنا فرص كتير، هل ده كان سببه مثلا ان انا مش على ارضي مش وسط جماهيري، ولا انا كنادي اهلي مش مفروض اصلا احط ده في الاعتبار، انا دلوقتي هلعب على ارضي كده كده يعني الظروف واحده تعتبر ما هياش يعني ايجابيه بشكل مبالغ فيه، ليه ضامن قوي ان احنا هنلعب بشكل يعني النهارده خلينا نقول مكسب كبير مثلا؟ لا يعني اكيد مفيش حاجه طبعا مضمونه في كره القدم، يعني ما احنا كنا ضامنين المباراه الاولى على فكره بالظبط، وكنا ضامنين مثلا مش عايز اعيد يعني اعود للوراء قليلا مباراه اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي مثلا فرق صحيح كبير جدا، ولكن النتيجه ما كانتش مرضيه يعني، لكن الفوز اليوم مش عايز اقول بسكور مش عايز اطلع لعيبه، لكن الفوز اليوم باداء قوي جدا رساله لسان داونز، لان سان داونز فاز على بيترو اتلتيكو 2-0 في انجولا مش في جنوب افريقيا، وبالتالي لازم نعطي رساله لسان داونز، خاصه ان احنا ذكرياتنا في الفتره الاخيره لعيبه رائعه يعني مش لطيفه خالص يعني مكتوبين على بطايق بعض انا مش عارف ايه القصه دي والله. النسخه الماضيه من الشامبيونز ليج صحيح ان الاهلي حققها، لكن مباراتين بتوع سان داونز اتعادلنا في القاهره 2-2 وخسرنا هناك بنتيجه قد قاسيه جدا 5، وبالتالي لا عايزين نعطي رساله. اتمنى ان مودست يكون جاهز، هو صح موجود في القايمه بتاعه مباراه اليوم لكن ما اعتقدش انه هيبدا بيه بشكل اساسي، انا توقعي انه هيبقى يعني رضا سليم، بيرسي تاو، محمود كهربا، ممكن يكون بدل رضا سليم حسين الشحات، لسه مش عارفين الامور هتمشي ازاي، لكن متوقع ده الشكل الهجومي. في نص ملعب متوقع ان يكون امام عاشور متواجد منذ البدايه جنب اليو ديانج، مروان عطيه بقى او كوكا لسه مش عارفين، ان كنت يعني احبذ مروان عطيه بصوره كبيره جدا. في الدفاع طبعا محمد عبد المنعم، فيما يخص محمد عبد المنعم احسن مدافع في مصر ومن احسن المدافعين في افريقيا. اتذكر ان هواند لقطه شهيره جدا بعد ما خسرنا نهائي كاس افريقيا ضد السنغال، لما كاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال واحد المدافعين الكبار كان يعني لعب في نابولي وفي تشيلسي وطبعا حاليا بيلعب في الهلال السعودي، لما قعد يتكلم كتير جدا مع محمد منعم، لان محمد منعم كان واحد من افضل المدافعين بالفعل، وده بيؤكد ان واحد بقيمه كاليدو كوليبالي، حين نزل محمد منعم بيتحدث معاه بهذا الشكل ويسيب هذا الشكل ويقول له يعني بيشد من ازره، فده بيدل اللاعب ده قيمته عامله ازاي. ده الناس مطلعه على عبد المنعم، انا لقيت القاب لعبد المنعم قلب الاسد، واللي يقول لك مالديني العرب، حاجات يعني اسماء وكتير من الالقاب اللي طلعت عليك البوتنشال بتاعه يعني رائع، وجوده مطمئن ومشرف بالنسبه لنا كاهلاويه، لكن في جزء حزين في كلامك اللي هو ايه؟ ساعه لما كنت بتقول ان دي مشكله عندنا في مصر بشكل عام وكرات العرضيه وفكره الدفاع، طب احنا ليه عندنا المشكله دي؟ لا انا بكلمك هنا بقى والعين رايحه على المنتخب تحديدا. مشكله كبيره جدا في الدوري المصري بشكل عام في المشكله دي، بلاحظ بشوف اهداف كتير جدا بتيجي من اخطاء ساذجه في التمركز، يعني ده قاسم مشترك بين معظم الفرق في مصر وبين جدا في منتخب مصر، احنا لما غاب محمد عبد المنعم نظرا ان هو اللي عنده بوتنشال مختلف عن كل لعيبه، انا متهيألي بعد اعتزال ابراهيم سعيد ووائل جمعه عندنا مشكله كبيره جدا في مخصوص كره العرضيه. المنتخب بيبقى بنعول على فرد،
ايا كان مين هو. دي مشكله بقى من قطاعات الناشئين وقصه كبيره جدا يا كريم. نتمنى ان شاء الله ندم تلافي ده في يعني في المستقبل بقى في الاجيال القادمه وصاعده باذن الله. حتى بالمناسبه في المنتخب الاولمبي عندنا نفس المشكله دي. نتمنى ان شاء الله تلافيها خاصه احنا مقبلين خلاص يعني السنه الجايه على اولمبياد باريس باذن الله. فان شاء الله باذن الله يعني نتلافيها. لكن خلينا في الوقت الحالي عوده محمد عبد المنعم مهمه جدا جدا في مباراه اليوم ان شاء الله الاهلي يعبر. واهم من النتيجه يكون باداء في رساله قويه جدا لسان داونز لولا اقرب لنا بالظبط. لان التصريحات بصراحه عنه كريم على الضغط في الانترو ما عجبتنيش يعني مع احترامي طبعا. بس لما سيمبا يطلع يتكلم ان الجانب يعني هناك يتكلم ان احنا ضامنين الفوز على الاهلي في مباراه العوده على ارضه يعني قلنا الطموح مشروع. بس عارف في حاجات كده بتبقى يعني معقوله يعني صعب يعني تصريح انا كواحده من جماهير النادي الاهلي استفزني شويه حتى لو هو ليه رسائل معينه بس انا استفزني. وليه ده حصل؟ لان انت برضو كنت اديته الفرصه دي هناك يعني بصراحه خلينا نقولها. اتفق معاكي في النقطه الاخيره تحديدا ان بالفعل احنا اديناهم الفرصه في الشوط الاول. يعني هوندي لو كنا حسمنا اللقاء بالاهداف اللي اديرت دي لا كان ممكن النتيجه كانت تبقى كبيره جدا. بالمناسبه احنا تاريخ لقاءاتنا مع سيمبا في القاهره الاهلي بيكسب على طول. يعني لعبنا 3 مرات، مره كان في اعتقد في كاس الكؤوس الافريقيه سنه 84 او 85 كسبنا 2-0 كان بهدفين للكابتن محمود الخطيب والكابتن زكريا النصر. بعد كده لعبنا في دور المجموعات وكسبنا كان بنتيجه 5-0 او 6-0 كان نتيجه كاسحه. ومن سنتين تقريبا ايام بيتسو موسيماني كسبنا هنا في القاهره رغم ان احنا اتهزمنا هناك. فبالتالي احنا نتائجنا هنا في القاهره بنكسبهم على طول. فان شاء الله باذن الله نواصل هذه يعني العلامه الكامله فيما يخص لقاءاتنا مع سامي في القاهره ونحقق الفوز ونتيجه كبيره. فيما يخص تصريحاته بتقولي انت استفزتي، انا متهيألي ان ده كمان يكون استفزاز لعيبه الاهلي يكون حافز ايجابي ليهم ان شاء الله يرد على ده باذن الله ان شاء الله. احنا متفقين اهو على ان احنا اللي عملنا كده في نفسنا واحنا اللي ادينا لهم الفرصه. هم الفرصه خدوها والسلام خلاص اللي كان. الى اي درجه في رايك هم هيحسنوا استغلال الفرصه دي بعيدا بقى عن حته التصريحات اللي هو قالها؟ هم ما عندهمش غير فرصه واحده، يا اما يفوزوا ما لهمش بديل غير يا اما يفوزوا يا اما يتعادلوا 3-3 ما لهمش بديل تاني. لان الاهلي يعني قدامه كذا فرصه وده بالمناسبه سلاح ذو حدين يا كريم. ان هوندس سلاح ذو حدين ان انت يبقى عندك كذا فرصه ده ممكن يخليك يعني هو مفيش مساحه للتراخي بقى الحقيقه بالظبط يعني كده رفاهيه التراخي. مش عايزين نلعب على كذا فرصه دي. فرصتنا ان احنا نفوز لا نتعادل 0-0 ولا 1-1 ولا كل الكلام ده كله. حتى صحيح كان امبارح كان في جدل على لائحه البطوله لكن لا لائحه البطوله قاعدة الهدف بهدفين خارج الارض وبالتالي الاهلي مستفيد منها بشكل كبير جدا. فان شاء الله باذن الله الاهلي يحسم. اهم حاجه بالنسبه لي النهارده ان شاء الله طبعا بلس ان احنا نضمن بطاقه التاهل رساله قويه جدا لسان داونز. لان سان داونز هو في وجهه نظري رولا بعد رونا في خط الدفاع هو مع الاهلي واقوى فريقين حاليا على مستوى القاره الافريقيه على صعيد الانديه. طيب انا هروح شويه للدوري المحلي بقى وهسالك عن مشوار الدوري والاهلي هذا الموسم ان شاء الله. هل من المتوقع يكون بنفس التالق اللي كنا عليه الموسم الماضي ولا بالعكس الموسم ده بيشهد يعني تنافسيه اشد لبعض الفرق؟ لان زي انا حاسه ما اعرفش ده وصل او حقيقي اصلا ولا لا، بس انا حاسه الفرق بقى عندها ثقه اكتر وتحس ان هم بقى في طموح وطموح برضو مشروع. انا ممكن انافس على اول 3 مراكز مثلا في ترتيب الدوري، ليه لا؟ ما نقدر. الانديه اللي صعدت كمان ادت ثقه اكبر كمان. وفكره المستويات المختلفه يعني الزمالك مثلا ليس كان في افضل حالاته، في بعض الانديه برضو بيراميدز على فكره برضو ما كانش في افضل حالاته، يعني في انديه الاهلي كان في موسم ما برضو مش افضل حالاته. فالتذبذب ده في المستوى بيخلي الانديه الاخرى يبقى عندها طموح وبالتالي يبقى في تنافسيه افضل. وبالمناسبه هوندا انا بيراميدز بالنسبه لي مش مقنع خالص رغم كل ده من وقت ما جه يعني عندنا ولا من لا ولا من زمان من زمان يعني لانه فريق ما عندوش ظهير جماهيري. هو هي ده حاله حال يعني الشركات خلينا نقول. ما هو يعني دي مشكله في الدوري المصري ممكن نتكلم عليها بعدين. لكن فيما يخص التنافس على مستوى الدوري المصري انا شايف الاهلي هو المرشح الاول والوحيد كالعاده للاحتفاظ باللقب لاسباب كتير جدا. الاهلي هو يعني صحيح ان بيراميدز السكواد بتاعه قوي لكن الاهلي السكواد بتاعه قوي ومتكامل وبيعترف حتى مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي الامس. وبالمناسبه ان هوند عجبني جدا كولر في المؤتمر الصحفي من امس، فكر اوروبي بحت سياسه المداوره حتى لو بعض اللعيبه بيزعلوا لكن سياسه المداوره هو اتكلم عنها صحيح لان ضغط المباريات اوروبا كلها خلاص دايما سياسه المداوره متوازنه الحقيقه ومنطقيه جدا بالظبط. واتمنى ان احنا كمان نستفيد منه في الكره المصريه وحتى المدربين حتى يتعلموا شعيب يعني خلاص يعني انه يتم التعلم من الناس دي يعني الراجل ده احنا المفروض نستفيد منه في كل القطاعات في مصر مش بس على صعيد النادي الاهلي. كان فيما يخص المنافسه نهاوند انا شايف ان الاهلي هو المرشح الاول
يمكن الوحيد ممكن يكون غلطان يعني. بس على فكره انا مش قلقانه من حته الاهلي، انا بتكلم في شكل اصل. انا اجي برده وقلنا الكلام ده امبارح، اتفرج على الدوريات المختلفه الاوروبيه والانجليزي والالماني والفرنسي، والفرنسي ما فيش غير بي اس جي بينافس نفسه برده. يعني السنه دي مختلف شويه لغايه دلوقتي، مختلف. لكن ما فيش المتعه الحقيقيه زي ما انا بتفرج على دوريات قويه هنا. هنا لا، انا هنا عارف اول توب 3 الانديه الثانيه بتعافر، تطلع مركز يرجع مركز، صفقات بتتم قبل الموسم، ميركاتو صيفي وشتوي يبقى قوي جدا، في فلوس بقت تدفع على عكس زمان. بس المتعه الحقيقيه في التنافسيه مش بتبان قوي. يمكن الموسم اللي فات كانت شويه يعني تم ملاحظتها. هل الموسم ده بقى هيشهد تنافسيه اكبر ولا؟ بصي انا في الاول وفي الاخر عايزه كمشاهد مصري استمتع بالكره المصريه، يعني هي دي النقطه كلها. الاستمتاع احنا مفتقدينه بصراحه، خلينا نقول فتره طويله يعني. حتى لو احنا مطمنين على الاهلي ده موضوع تاني نطمن، بس بتكلم في الاستمتاع يعني. على فكره انا دي قضيه مهمه جدا جدا انت بتقوليها، لان في ناس حوالينا بدات تسبقنا، مش بس موضوع فلوس. النقطه اللي بتقولي عليها الموضوع ان في كذا اكتر من فريق بينافس، احنا للاسف في مصر اهلي زمالك بيراميدز دخل في منافسه مؤخرا، ودخل السنه اللي فاتت تحديدا لحين ما احتل المركز الثاني استغلالا لاوضاع الزمالك والمشاكل اللي هو كان بيعاني منها سواء اداريه او فنيه والكلام ده كله. لكن نبص على الدوري السعودي، وبعيد عن الفلوس وبعيد عن الصفقات، هم بيحاولوا دلوقتي انه مش بس مجرد الاربع انديه، احنا شايفين الاتفاق جاب صفقات قويه جدا وبيدعم نفسه، شايفين التعاون بمناسبه التعاون فريق ما عملش صفقات كبيره جدا حتى الان، يعني اخر ماتش اتعادل مع اتحاد جده 1-1، والتعاون هو مفاجاه حقيقيه حتى الان في الدوري السعودي في وجهه نظري، هو الحصان الاسود، مش اي فريق تاني انه ما عملش نفس الصفقات اللي عملها الانديه اللي هي مدعومه من صندوق الاستثمارات العامه. الدوري الانجليزي ده مثلا المنطقه العربيه، فاحنا من يعني من حوالي ناس بدات تتحرك على مستوى اوروبا. طبعا الدوري الانجليزي شايفين المنافسه عامله ازاي، توتنهام حتى اللي هو المفاجاه الساره فيه منافسه كبيره جدا. الدوري الايطالي، الدوري الاسباني شايفين جيرونا مفاجاه كبيره جدا. عشان ده يحصل في مصر محتاجين حاجات كتير جدا. اولا لازم الانديه الشعبيه ترجع بشكل كبير جدا. في وجهه نظري طول ما الانديه الشركات هي اكتر من الانديه الشعبيه بهذا الشكل الكبير جدا، هتفضل المشكله دي، لان الانديه الشعبيه اولا اللي موجوده حتى في الدوري المصري بتعاني بتعاني بتعاني. وهترجع ازاي الانديه الشعبيه دي؟ لازم نشوف قانون يعني الاستثمار الرياضي، لازم يكون في شكل نشوف حتى مش عيب ان احنا نشوف التجربه السعوديه ونتعلم منها. يعني هم خلوا 75% من الاسهم او من الانديه اصبحت مملوكه لصندوق الاستثمارات العامه، 25% مؤسسه غير ربحيه. نحاول نشوف التجارب المختلفه، نشوف التجربه الالمانيه. حاجه مشابهه يعني ما ينفعش يكون في كيانات وطنيه، ولا سيما البنوك تحديدا الوطنيه يبقى لها دور ويبقى لها قول في الموضوع ده. دي نقطه مهمه جدا بقى. مع احترامي الشديد، احد البنوك عامل نادي في الدوري الممتاز، معروف طبعا. انا في وجهه نظري لو كان هذا النادي يعني كسبونسر لنادي جماهيري، انا في وجهه نظري يبقى افيد بكتير جدا، لان طبعا. ده في وجهه نظري. ونفس الشيء في انديه حتى يبقى دور وطني صريح بالظبط. لكن يعني الانديه الجمهور هو عصب كره القدم، ان احنا بهذا الشكل معظم المباريات بدون جمهور، ده امر هيبقى امر صعب جدا لتسويق حتى المسابقه على الصعيد العربي. انت مش هتقدر حتى الان تسوق المسابقه طول ما عدد الجمهور، مش بس مش قصه بقى الجمهور قليل او كتير بيحضر، القصه ان معظم يعني لك كريم ان مباراه الافتتاح للدوري كان من غير جمهور، بين ناديين مش جماهيريين، وبالتالي ده بيقلل بالتاكيد من يعني حتى الباشن بتاع اللعيبه وحماس اللعيبه، في اكيد في مشكله كبيره. فنتمنى الامور دي ان شاء الله يتم تلافيها في المستقبل، لان الناس من حوالينا بدات تتقدم، مش بس بالنسبه للدوري السعودي، انا شايف ان الدوري المغربي بيتقدم بصوره كبيره جدا، والمغرب عندها خطوات عملاقه طبعا، نظرا ان هم كمان هيستضيفوا كاس عام 2030 بالاشتراك مع اسبانيا والبرتغال، وبالتالي احنا كمان الناس من حوالينا بدات تتحرك، فاحنا كمان لازم نبدا نتحرك ونشوف حلول جذريه حتى نرتقي مره اخرى مستوى الكره المصريه، لان احنا مش عايز اقول بقى احنا التاريخ، بس احنا فعلا الاعرق والارث الكبير وكل حاجه، وبالتالي احنا ان شاء الله عندنا كل يعني المؤهلات ان تخلينا نرجع ان شاء الله وبصوره كبيره جدا على المستوى العربي والافريقي. والله نتمنى ذلك. وملف الانديه الجماهيريه والشركات ده اتكلمنا فيه، عايز حلقه كامله بالزبط. والاقتراح اللي قلناه ده، فكره ان حد كيان وطني يدخل يبقى هو يعني يتبنى نادي فعلا جماهيري بدل ما هو يستفيد. بس خلي بالك هنا لما ذكرنا برضو الحل ده، قال لك فممكن يحصل تضارب بين مجلس الاداره والقرارات هنا، وانا دلوقتي بدفع، انا عايز الامور تتم زي ما انا شايفها، ورئاسه المجلس مثلا بتاع النادي هيبقى في تضارب يعني، بس ممكن تتظبط اداريه بالزبط. هي مشاكل بالزبط. بسيطه بالزبط. بس في مجملها يعني محتاجه حلول وتتحل. والله تتحل يعني الامور، والله ممكن تتحل بصوره كبيره، لكن انا في وجهه نظري
وارجو ان القائمين على الكره المصريه يعني يتقبلوا الكلام ده صدر رحب. ان استمر الامور بهذا الشكل هنفضل كده، هيفضل انا يعني اكيد ما اتمنى الاهلي هو بقاء الوضع اللي هو عليه، لكن نفسي الاهلي يعني ما فيه منافسه، الاهلي يفوز ولغايه اخر يعني. شفنا السنه اللي فاتت فكره ان انت القطب الاوحد هي فكره لطيفه من زاويه، لكن تزهقك من زاويه ثانيه، عشان النقطه اللي كنت بتتكلمي فيها فكره متعه المشاهده. لو ما فيش تنافسيه طب ما جزء كبير من حلاوه زي الدوري الفرنسي لما كنا بنتكلم عنه في الماضي سنوات طويله. يعني الدوري الفرنسي يعني باريس سان جيرمان السيطره المطلقه دي اثرت على المسابقه بالسلب. انا زي كان هوند معلومه حتى الان حقوق البث للدوري الفرنسي مش عارفين لحد يشتريها، رغم ان في اسماء في باريس سان جيرمان، لكن نظرا لان المنافسه بين الانديه مش قويه في لغايه دلوقتي حقوق البث للسنين الجايه لغايه دلوقتي مش عارفين دلوقتي مين يشتريها. ما فيش عروض يعني رابطه الدوري الفرنسي مقدم طالبه مبلغ حوالي في تجاوز المليار او 2 مليار حتى الان، لا رفض يعني ما فيش حد اتقدم ليوصل للرقم ده، لان الشركات الحقوق البث التلفزيوني شايفه ان المسابقه مش العائد بتاعها محصوره في واحد فريق محصوره في فريق واحد والعائد مش هيجيب، خصوصا كمان بعد طبعا التغييرات اللي حصلت في البي اس جي تحديدا ورحيل معظم النجوم باستثناء كيليان مبابي، ومش عارفين لسه حتى مبابي هيرحل ولا يمشي. فانا في وجهه نظري احنا لازم ندور على الحقوق الجزائريه في ولسه امره ما اتحسمش بالمناسبه، لسه لا لسه في كلام رايح جاي، لسه حتى الان هو هيمشي حتى الان الله اعلم ايه اللي هيحصل، لان في 2021 كان نفس السيناريو وفي شهر 5 وتقال نفس الكلام وريال مدريد وخلص مع ريال مدريد، وفي مره واحده عرض مالي ضخم وتدخل من رئيس الاهلي رفضوا. لو هو كان بيدور على عرض مالي كان يقبل السعوديه، لكن العرض السعودي كان لا يعوض يعني، وكان موسم واحد. لكن انا اعتقد ان هو ريال مدريد يعني العقل لا العقل يقول كده بقى يعني، واحنا مش عارفين لا يعني صعب اعتقد صعب. على فكره بالمناسبه في كريم في بعض اللاعبين رفضوا العروض من الرغم يعني عروض ماليه ضخمه جدا من السعوديه، كان ميسي امبابي حتى على فريق التدريب، حتى انجوزي مورينيو اتكلم ان هو جاله عرض بحوالي 30 مليون يورو يبقى اغلى راتب للمدرب ده في الشهر ولا في ايه؟ 30 مليون في السنه لا في الشهر. لا انا قلت ده لو في العمر مش وحش، ده لو في العمر والله لو في العمر لا ارقام صعبه. بس هم طبعا هم يعني لهم استراتيجيه في الكره السعوديه، خصوصا هم كانوا بيطمحوا خلاص لتنظيم كاس عام 2034، فهم عايزين يبقى عندهم كل السبوت وكل الاضواء مسلطه عليهم. لكن اتمنى ان شاء الله ان احنا في مصر يعني نعدل الامور ان شاء الله في المستقبل، لان احنا عندنا ارث كبير جدا، فحرام ان احنا يكون مستوى الدوري منحصر فقط في منافسه بين الاهلي وممكن بقى بيراميدز او الزمالك تشوف مين هينافسه. نتمنى ان شاء الله الامور تتحسن ان شاء الله في المستقبل. حلو جدا، تعال بقى نروح شويه لبعض اللمسات الانسانيه الجميله، لان لازم نعلق برضو على الجزئيه دي. وشفت ازاي طبعا بعد ما سمعت عن النادي الاهلي عامل عربيات ليه يعني يعني النهارده، واعتقد الناس كتيره مبسوطه، ناس كتيره حابه ان هي تشارك في حاجه زي كده. المباراه كمان ان شاء الله النهارده بالظبط بصراحه لصالح اخواتنا في التضامن بتاع القوه الناعمه، واللي هي الرياضه شيء اساسي منها، وتاثيرها كمان على المجتمع وعلى الشباب وعلى الروح وعلى كمان التوطيد ما بين العلاقات والإنسانية وغيره. لا فيها يعني كل الجوانب فيها إيجابية بصراحة. الأهلي حقيقة من أول أزمة قرارات كانت واضحة جدا فيما يخص تأجيل بعض الفعاليات اللي حصل، إن هو تبليك مثلا المواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة أو القناة وقفت هنا القناة نفسها، تخصيص الإيرادات إن شاء الله بإذن الله مش بس الجمهور يكون النهاردة يكون متواجد بكثافة طبقا للساعة المقررة، عشان بس طبعا أكيد طبعا عشان دعم الاهلي في مباراه اليوم، لكن برضو عشان الايرادات دي كلها ذهب ان شاء الله لاشقائنا في فلسطين. شفنا محمد صلاح وتاثير رسالته بصرف النظر. تعالى لا نقف بقى شويه عند محمد صلاح وتاثير رسالته، ليه؟ لان كنا بنتكلم من فتره في التفصيله دي مع بدايه الاحداث الدميه اللي حصلت مع اهالينا في غزه، ناس كتير قوي كانت عاتبه على محمد صلاح ان هو ما قالش قوله، ولما قال قوله ما بلاش الملف ده عليه انه قال قوله. هو العطل فين؟ المشكله فين؟ المشكله ان احنا ما عندناش استدامه في المشاعر، او في لو احنا عندنا توجه معين لدعم شخص ما ساعات بنتخلى عن الدعم ده عند اللزوم، بنسيء فهم تصرفات الناس في بعض الاحيان. المشكله فين؟ بص يا كريم هتكلم بصراحه شديده جدا جدا، مش بس والله عشان انا بحب محمد صلاح، لكن محمد صلاح تصرف بذكاء منقطع النظير في الازمه دي. في بداية الأزمة أنا مش عايز أخش في الجانب السياسي كتير، بس في بداية الأزمة كان كل أوروبا كانت واقفة مع إسرائيل، كل أوروبا بلا استثناء حقيقي. وكان حتى الإعلام والتعاطف الشعبي في البداية قبل ما بعد كده إسرائيل ترتكب المجازر اللي بترتكبها في قطاع غزة، من يوم 7 كان كل أوروبا كانت واقفة مع إسرائيل، وبالتالي إن هو كان يطلع في الوقت ده ويصير عكس التيار أعتقد الموضوع كان هيبقى صعب بشكل كبير جدا. ولكن أنا في وجهة نظري محمد صلاح تصرف بشكل حجيم جدا، لأنه الرسالة بتاعته كرسالة بشكل يعني انسانيه بشكل كبير جدا، عارف كويس الغرب
عايز ايه وعايز يسمع ايه ويقدر يوصل رسالته ازاي. الرساله بتاعته حوالي اكتر من 50 مليون مشاهده، وبالتالي في وجهه نظري الشديده ان الرساله بتاعته وصلت وكان توقيتها مهم جدا، وفي نفس الوقت هو عارف كويس الناس بره بتفكر ازاي، وشايفين حاليا دلوقتي ان الامور خلاص انقلبت دلوقتي، وشايفين مظاهرات حاشده جدا في كل العالم دعما للقضيه الفلسطينيه واللي بيحصل من اهالينا في قطاع غزه. وبالتالي انا في وجهه نظري محمد صلاح تصرف زي كده، رسالته كان توقيتها مهم جدا، اللي كانت بعد 24 ساعه على المجزره اللي ارتكبت في مستشفى المعمداني. فانا في وجهه نظري ما حدث يعني محمد صلاح تصرف زي جدا، وانا في وجهه نظري بدعمه في يعني في كل اللي عمله. الجمهور ليه حق يكون متعشم في محمد صلاح بشكل كبير جدا، لكن برضه يا جماعه لازم نكون مقدرين الوضعيه والبوزيشن اللي هو فيه والمكان اللي هو فيه وهو بيخاطب مين وبيتعامل مع مين بالظبط. فوجهه نظري لا، محمد صلاح يعني بجد تحيه كبيره جدا ليه، وشوفنا حتى في مباراه ايفرتون الاخيره سجل هدفين رفض الاحتفال، ودي برضه كانت اشاره بشكل كبير جدا. وشفنا علم فلسطين كان متواجده بشكل كبير جدا في مدرجات ملعب انفيلد، فالحمد لله ان رسالته اعتقد وصلت بشكل كبير. وبس كل واحد بيبقى عايزك تعبر بالطريقه اللي هو شايفها صح. طب هو ممكن يبقى فعلا يعني ساند القضيه وهو ادى دوره بس بالشكل نسيت اشير كمان ان هو كمان اتبرع يعني اتبرع بالاحمر وسمع وبعض التقارير قالت انه بحوالي مبلغ فوق المليون دولار، يعني بنتكلم مبلغ ضخم جدا. يعني لا يعني محمد صلاح قولا وفعلا انا في وجهه نظري والله مش عشان انا بحبه او انا منحاز ليه، لكن فعلا والله قولا وفعلا بالفعل هو كان منحاز للقضيه بشكل كبير جدا، وربنا يسلم اهلينا في قطاع غزه ويا رب يعني الغمه دي يا رب تنزح قريب باذن الله. هتتفرج على الماتش في الاستاد هتروح ولا لا؟ لا عندي شغل فهكون بغطي ان شاء الله. النهارده الاقبال شديد جدا، سمعت ان يبقى في ناس حتى ان الماتش الساعه 5 لكن في ناس كتيره جدا هتكون مره بالنسبه لهوندا من فتره جدا الاهلي افريقيا تحديدا يلعب الساعه 5. هو الساعه 5 اللي فيه عشان هيكون في مباراه ثانيه بالظبط عشان يبقى في الساعه 8 ان شاء الله. بس ان شاء الله الاهلي يعني فرحنا والجمهور يكون حاضر بكثافه مش بس عشان دعم الاهلي، عشان يعني المبادره اللي خلي بالك هتبقى في شبه ملحمه النهارده باذن الله ان يعني شاء الله. ده ده المتوقع يعني ان شاء الله. على ذكر سان داونز، شفت ازاي الماتش اللي فات بينهم وبين اتلتيكو؟ فريق تقيل. انا بس انا الحقيقه بستمتع بسان داونز صرف النظر ان انا يعني انا مش عارف، ما بحبش استخدم كلمه صقر وطار في كره القدم، لكن انا يعني واحد من مشجعي الاهلي لا يعني عندي صقر بعد الشيء مع سان داونز، لكن لا انا بقى فريق ممتع أمتع من هو والاهلي ابدا بيقدموا كره في الصفر. بالظبط يعني فريق ممتع، عشان كده نفسي الاهلي النهارده يكون عنده رساله قويه جدا في ارض الملعب، يعني يقول لسان داونز لا انت يعني اللي فات يعني كان حاجه واللي جاي ان شاء الله يبقى يعني حاجه ثانيه خالص، وان شاء الله هنرد عليك باذن الله في نصف النهائي، لان هو المتوقع انه يتاهل. كل شيء طبعا وارد في كره القدم، ما حدش عارف ايه ممكن يحصل، ممكن بيترو اتلتيكو يعملها، لان سان داونز ليه في ساعات فصول بايخه بدليل النصف النهائي للتشامبيونز ليج الموسم الماضي كان هو الاقرب من الوداد، لكن الوداد في الاخر هو اللي اتاهل وفي ارض سان داونز. فيعني ان شاء الله باذن الله الاهلي بس يعبر اليوم باداء وبنتيجه جيده ان شاء الله، ونتلاقى سان داونز ان شاء الله الاهلي يستطيع ان شاء الله تحقيق الفوز عليه. لكن سان داونز على المستوى يعني انا يعني امتع هو والاهلي من امتع الفرق على صعيد الانديه في القاره الافريقيه. هو انا متفهمه جدا، احنا عمالين نقول يا رب ان شاء الله نفوز، بس هي القصه كلها ان انا تاني هرجع اقول انا بلاعب سيمبا، فيعني معلش هو في فوارق كبيره جدا في الفنيات وغيره، فانا يعني قصه ان انا بامل لا، هو انا على فكره انا مش قصتي بس ان انا افوز النهارده، انا قصتي ان انا افوز وان انا اقدم فنيات كويسه، لان زي ما انت بتقول هي مش بس الرسائل لسان داونز، هي رسائل لكل المنافسين. خلاص دوري ابطال يعني افريقيا كمان القصه، دوري ابطال افريقيا كمان احنا مجموعين على دور المجموعات، الدوري المصري برده ما الاهلي برده بيتنافس في الدوري المصري، فرساله كل ان شاء الله باذن الله. ونقطه اخيره بس ان هوند اتمنى يعني الناس برضو انا شايف ان في هجوم كبير جدا على مودست، وان ما قدمش. شوف هقول لك على حاجه يعني صب لسه صح لسه هقول على حاجه بس عشان لازم برضو نرجع شويه، كل ما بيحصل حاجه ترجع شويه لورا هتلاقي نفس الانسيدنت او نفس الواقع حصلت. هرجع معاك لموسيماني وبيرستاو مثلا. بيرستاو اول ما جه وقت موسيماني لم يكن متالق تماما بالزبط. اوكي، ووقتها حتى كان في جماهير من النادي الاهلي او انديه منافسه يقول لك او منابر اعلاميه مختلفه والنقاد الرياضيين قال لك ايه لا 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 ايه الصفقه دي مش عارف الكلام ده كان بيقال، وكان بيقال من اهلاويه. بعد كده قلنا يا جماعه نصبر شويه، القصه كلها ان في بعض اللعيبه اللي بتيجي ما بتتاقلمش بسرعه. على فكره بيرستاو اخذ شهور شويه، في لعيبه ثانيه ومش بس في النادي الاهلي بتاخد سنه. فالقصه كلها ان انت بتخرج الامكانيات الافضل كمدير فني من اللعيبه بتاعتك، ده حاجه، والحاجة الثانية لازم الجماهير تصبر تبقى واثقة ان تحديدا هنا رسالتي النادي الاهلي لما يبقى فيه اسم بينضم للنادي الاهلي لازم تبقى على دراية كبيرة ان هو
هو يليق بان هو يكون موجود في النادي الاهلي. ف يعني مودست انا اتوقع من الناس ان هو هيتالق جدا، بس هو ما ينفعش برده ياخد فرصته قوي في المباريات الافريقيه. انا لما كمدير فني عايز اجرب لازم اعمل ده مع الدوري المصري بيبقى متاح اكتر، لكن افريقيا مش الفرصه الافضل ان انا ادي يعني مجال للصفقات من هذا الشكل. لكن طبعا ما فيش شك ان مودست هيكون واحد من افضل اللعيبه بالتاكيد. انا عنده نموذج سريع جدا بحب على طول استشهد بما اني بحب اتابع الكره الاوروبيه، ياسين عدلي لاعب جزائري في ميلان السنه اللي فاتت ما لعبش ما كملش حوالي 50 دقيقه لعب طول الموسم. السنه دي اصبح من العناصر المهمه جدا في تشكيله ميلان، ورغم ان هو كان رفض الرحيل وقال لك انا قاطع على الفرصه وقاطع على الفرصه، وستيفانيو بيولي مدرب ميلان دلوقتي بيعتمد عليه بشكل اساسي جدا. فده ده نموذج بسيط بيقول لك ان لا فلازم بقى نصبر، لان لا مثلا ياسين علي كان جاي من فرنسا لايطاليا وجو مختلف تماما في اللعب، فمودست جاي بقى من المانيا ومن طبعا. اوروبا طبعا. جاي على جو في الشرق الاوسط وفي مصر. الحقيقه عبر التاريخ يعني ما فيش مره جلت من النادي الاهلي، يعني فيما يتعلق بان النادي الاهلي بياخد قرار ما بجلب لاعب ما من مكان ما، الكلام ده ما بيحصلش بشكل عشوائي، بيبقى فيه ميل دراسه معموله ويبقى هذا اللاعب يستحق انه يرتدي تيشيرت النادي الاهلي حتى لو في شويه حاجات عطلته عن ان احنا نشوف منه اللي احنا مستنيينه. بالظبط يا كريم. وبعدين الاهلي حينما تعاقد مع مودست الاهلي كان في ميرجن برضو في الاموال بيتحرك فيه يا جماعه، عشان برضو عشان لقيت بعض الناس بتقارن، شوف الهلال السعودي يا جماعه احنا بنقارن ايه يعني ده وضع احمد احنا جدا. للاسف الوقت خلص لازم ننهي، بس سريعا توقعاتك النهارده النتيجه. اتمنى ان شاء الله 3-0 الاهلي. 3-0 باذن الله. كريم انا بقول 2 2 وربنا يسهل. انا هقول انا هقول 3-1. لا ان شاء الله الاهلي ما يستقبلش جول باذن الله كمان. يعني بس يكون شباك نظيفه لمحمد الشناوي ان شاء الله. نورتنا نورتنا يا احمد حبيبي. شرف وجودك معانا على طول، معاك انت وانا على طول باذن الله. ربنا يخليك، بشكرك على وجودك معانا، واكيد الشكر موصول لحضراتكم على حسن المتابعه، وان شاء الله يتجدد اللقاء بكره ويوم جديد و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.